بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. حفظ الله مصر ونصر جيشها وآمن شعبها. حلقة نضع فيها الكثير من النقاط على الحروف المهمة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد المتجدد معكم دائما في حلقة الاثنين التي ترصد أجواء هذه الانطلاقة المهمة وماذا بعد الوصول للستين. هتلاحظوا أنه في شباب بعد الستين وهناك شيخوخة في الأربعين. ده أنت بتقرأ جدول الدوري ولا إيه؟ طيب، الحلقة فيها أربع عناوين مهمة، هذه أبرزها: الأهلي وشباب بعد الستين، ثابت في القلب يا بطل، وهناك كلام بالعقل لمن له عقل، وأخيرا رضا وبشير، رضا والغندور. دي الأربع موضوعات المهمة، ونتمنى أن حضراتكم تقدروا تتابعوا معانا، ويا رب نلحق نخلصهم كلهم ان شاء الله، لان كمان الحمد لله اثنين وخميس الكوره صيدانه واهل ومقاولين. لا المره دي اهل ومقاولين، لكن اولا بتبقى على حساب جزء من وقتنا، لكن الاهم من كده ان بنعيش حاله من القلق لحد ما تنتهي المباريات عشان ندخل يا اما ببهجه يا اما طب وبعدين بقى. فالحمد لله دايما مبتهج، واعتقد الفوز النهارده أسعد كل الأهلوية. فوز الأهلي على المقاولين ب5-2، مباراة فيها 7 أهداف يا باشمهندس، هي مباراة دراما، دراما كروية عالية جدا. يعني الأهلي يبدو أن هو يعني بدأ المباراة مستريحا 2-0، أزارو كمان هداف الدوري ب14 هدف، واتلغى له جون سليم، 14 هدف لأزارو يغرد في صدارة الهدافين. جونيور أجاي كمان يسجل هدفين، يعني ينافسه جونيور أجاي بالضبط. طيب، لك صديقك يسدد، ترتد الجونيور أجاي، وباكا يواصل إثبات وجود الله، والمقاولين بيسجل. ده جون حلو، ده محمد سمير. محمد سمير، لا محمد فاروق. محمد فاروق، وضربة جزاء، ضربة جزاء يا ريت لما تتعاد بالبطيء نشوف من الناحية الثانية، يكاد يكون التلامس مش محسوس، وهي يعني ده هو اللي سعاله. أجاي ما راحش ناحيته خالص، أجاي واقف، الثاني خبط فيه. اهو يلا ما علينا، ضربة جزاء عشان تتأزم الامور احمد علي، والناس تقول لك وبعدين، ويتعادل المقاولين ويستنفر ويستنهض الاهلي من جديد عشان الاهلي يسجل كمان 3 اهداف، واجايه في المكان والميعاد. اي جميل، في الدقيقه 80. المبهر بقى ما بعد ال90 زائد 90، كلمة السر. اسلام محارب، والحقيقة يعني عايز اتوقف عند اسلام محارب، لانه ما من مرة ويخزل مديره الفني. صحيح، يحدث الفارق عندما ينزل، وانا بقول لك ان اسلام محارب عوض الى حد كبير غياب مؤمن. افتقادنا لمؤمن. كل فريق عنده تارجت في السنة، في ناس عايزة تسوق لعيبة، في ناس عايزة تحتل مركز متقدم، في ناس عايزة توصل للمرحلة ديت، في ناس عايزة تفضل موجودة في الدوري الممتاز. كل حد عنده هدف بيتعاقد عليه. فكرة ان انت تشتغل بدون هدف، انت بتشتغل ترضي الناس. مفيش جمهور في المدرج، بقى في جمهور في السوشيال ميديا، وبقى في ناس حوالين المسؤول اخطر من المدرج. والله في ناس حوالين رئيس النادي والمسؤولين اخطر من المدرج، فعايز يرضيهم. فاسهل حاجة انه يمشي المدرب. انت لسه بتقول طب مدرب يكسب ماتشين ويخسر ماتش، طب انت بتمشيه ليه؟ مش يكمل؟ يعني انت المفترض عندك
الاهداف بتاعتك السنه دي هو يحتل المركز الثالث او الرابع. لو ماشي اوكي. انت مشكله احسن انديه اللي هي بتلعب بدون ضغوط. بمعنى ايه؟ الاسيوطي طلع فجاب كابتن علي ماهر واشتغلوا على ان هم على الاقل يبقوا هذا الموسم في الدوري الممتاز. فكلما تحدث نتيجة إيجابية تقربه إلى أهداف أبعد وتديله اطمئنان أكتر، يشتغل بأريحية أكتر. لكن لما تكون أنت قد أنهيت الموسم الماضي زي المقاصة وصيفا لبطل الدوري وبتقدم كرة جميلة والناس بتشيد بيك وهتلعب أفريقيا، تقوم تغير المناخ كله بتاع أسباب النجاح وتطلب من الجديد إنه يحقق لك نفس النتائج ويعيشك نفس الحلم. مش المدرب اللي كان كميته ماشية مع الفريق واللي حافظ فرقته، مشيت نجوم كتيرة مهمة من الفريق آخرهم حسين الشحات. الفريق مؤكد انه النهاردة عمل صفقات، خصوصا صفقات تبادلية مع نادي الزمالك، لكن ما علمتش عنده لحد دلوقتي. فانت يبدأ، واعتقد ان اللي اطاح النهاردة بكابتن عماد سليمان نتيجته في افريقيا. مع ان هي نتيجه، وهو دلوقتي خلي بالك هو عنده كام نقطه؟ 25 نقطه. تخسر بره اثنين وتيجي تتعوض هنا، ده في المنطقه الحمراء. يعني المقاصه هيلاعب المصري، ناقص لهم مباراه كل واحد فيهم هيلاعبوا بعض. المصري لو كسب هيخش فوق ال40 ويبتدي يرسخ نفسه في المركز الثالث وينافس على الثاني مع الاسماعيلي. لو المقاصه كسب هيبقى 28. المقاصه دلوقتي 41. المقصة 25. المصري 41. المصري 41. المقصة 25. المقصة هتلاقيه 25 في ال 13 اهو. 25. فهو في المركز يعني بينه وبين الطنطا ال 21 يكاد يكون مباراة. فما كسبش او تعادل عشان يوسع الفارق بعد الشيء. يعني النهارده طنطا لو كان كسب كان ازم الدنيا. على ثلاث فرق، على الاتحاد وعلى وادي دجله وعلى المقاصه، هتبقى الدنيا اربع فرق فيهم واحد. انت خسر من طلائع الجيش 1-0. ايوه خسر النهارده، عشان كده بقول لك طلائع الجيش ماشي. طيب انا اعتقد مع نجاحات الدوري بهذا الشكل بدا الحديث عن عوده الجماهير تدريجيا، وشفنا الاجتماع الاخير لمندوب الانديه في اتحاد الكره خرجت عنه بعض الاتفاقيات او القرارات، منها زياده عدد المشجعين المسموح بيهم حاليا لكل نادي في كل مباراه 300 مشجع لكل فريق. كان قبل كده كام؟ لا كان قبل كده 50 المفروض العدد القانوني، كان بيحصل لكن كان بيحصل اكتر من كده 1000. بس خلي بالك هم دول 300 سرليني. يعني انت هو عايز يقول لك ايه؟ انا كنت موافق لك على 50 وبطنش. دلوقتي 300 هطنش برضه. هتحط صفر ماشي يبقى 3000. هذا الاجتماع اللي عقد في اتحاد الكرة خرجت منه مجموعة تصريحات، وأنا بقول تصريحات مش قرارات، وأتمنى أن اتحاد الكرة بشكل واضح وصريح يقول القرارات اللي صدرت عن هذا الاجتماع، لأنه ترك الأمور أن كل واحد خرج اتحط قدامه مايك اتكلم برغباته رؤيته ورؤيته ونيجي لما تحصل مشكلة ده اللي كنا اتفقنا عليه في لجنة الأندية أو في اجتماع مندوب الأندية. اتحاد الكرة المفروض بشكل منضبط جداً تطلع عنه قرارات تترجم ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع. لكن اتقال كلام كتير حتى في العودة التدريجية للجماهير، في كلام ان احنا دلوقتي بنتكلم في 300 مشجع لكل فريق في كل مباراة، وبعد كده في كاس مصر 5000. اقرب حاجة للاهلي والداخلية هيكونوا في كاس مصر، هيتم السماح بحضور 5000 لكل نادي. وسمعت كلام لا ده 5000 للفرقتين. فكلام لازم أن يبقى فيه عدد واضح وقرار صريح. شفنا الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال إحنا اتفقنا خلال الاجتماع على عقوبات، فقال إن إحنا في تم إصدار قرار بعقوبة تقضي بمنع جماهير أي نادي مشاغب من حضور المباريات لمدة 5 مباريات. أي فريق جمهوره هيعمل شغب يتمنع من الحضور 5 لقاءات. إيه حدود الشغب؟ ما إحنا هنسمع بعد كده شوية مشاكل، جمهور يشتم فيقول لك اهو احنا قلنا شغب، لان الكلمه مطاطه شويه، والاتحاد ما ترجمش المساله الى قرارات واضحه، فهتحدث ازمه قدام شويه.
طلع الكابتن مجدي عبد الغني قال مش بس حدود ايه حدود الشغل؟ ايه تحديد الجمهور؟ هيجي يقول لك دول اعلاميين مثلا يا بس بيحبوا لا ومسؤوليه النادي صاحب الارض ولا الضيف؟ لا يعني ما هي دي زي العقوبه على مين؟ زي طوبه المقاولين بالظبط. الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قال ان العقوبات اللي هيتم الاتفاق عليها تكون وفقا لقانون الرياضه، وقال ان تطبيق عقوبات الشغب ضد اي خروج عن النص في الفتره المقبله، موضحا ان قانون الرياضه يتضمن عقوبات جنائيه. يعني الاستاذ مرتضى اتكلم على منع الجمهور 5 مباريات، كابتن مجدي عبد الغني قال لك لا عقوبات جنائيه وفقا للقانون. طب الحقيقه فين واللي تم الاستقرار عليه ايه؟ دي برضو حاجات من الحاجات اللي بتتساب مفتوحه علشان لما تحصل مشكله كل واحد يعالجها بتصريحاته. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي مثل النادي الاهلي في الاجتماع قال ان اتحاد الكره وافق على او عوده الجماهير، ده اتفاق مثمر، وان القانون سيطبق على الجميع. برضو فكره ان القانون يطبق على الجميع عباره رائعه جدا، لكن اي قانون؟ هل في قانون في اتحاد الكره لتحديد العقوبات زي ما الاستاذ مرتضى قال، ولا هو قانون الرياضه وما فيه من عقوبات جنائيه زي ما الكابتن مجدي عبد الغني قال؟ وقال ايضا المهندس خالد مرتجي اتفقنا في الاجتماع على 4 اجانب، استمرار قيد 4 اجانب بقائمه كل فريق في الموسم الجديد، والقيد يقتصر على 25 لاعب فقط في القوائم بدلا من 30. لكن في نفس الوقت قال جمله تترك الامر مفتوح، قال على ان يستمر اللاعب المتعاقد مع ناديه لحين تسويقه. طيب اللاعب المتعاقد مع ناديه ده فوق ال 25 ولا ايه؟ ما هي المسائل محتاجه شرح. كل نادي عنده 30 لاعب، انت قلت لي هتسجل 25، يعني في 5 اديتني الحق في تسويقهم. فوق ال 30 يا باشمهندس كل نادي عنده مجموعه معاره ليها عقود مع النادي. ايه مصير كل دول؟ يعني اي لاعب متعاقد مش هيمشي ببلاش. كويس، لغايه امتى؟ لحد ما ينتهي مده عقده. وحتى لو مش متسجل في قائمه؟ ما هو المعار ما بيسجلش في قائمه. لا رجع لك من الاعاره. ما انت خلاص عشان انت فاجئتني بان قلصت 5، لكنك طيرت لي 5 عقود كده. لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها متسجل في قائمه. الاعاره ملهاش دعوه بالقائمه. لانك انت مش معقوله هتحط لاعب في قائمتين. يعني عايزني اسجله في قائمتي واعيره؟ مش معقوله، يبقى في قائمه تانية. طيب هذا القرار ده تصحيح لخطا بالشكل اللي فاجئ بيه اتحاد الكره الانديه زي ما المهندس عدلي قال. نشوف الكابتن مجدي عبد الغني في اون سبورت يتحدث عن اشراك 4 اجانب في المباراه، بدلا ما كان انت بتتعاقد مع 4 اجانب تسجل في الملعب يبقى في 3 في قائمة المباراة وواحد ما يقربش من الملعب. طب ليه؟ ما هو ده قابض عقده بالدولار. أنت كده بتهدر عملة صعبة حقيقية. ما دام وافقت إن أنت تسجله يبقى النادي له حق في إشراكه. أو عايز تقول 2 أجانب قول، بس العدد اللي تقوله يكون لكل نادي الحق في استخدامه. نشوف الكابتن مجدي عبد الغني في أون سبورت. حسام البدري عامل ضارب أرقام قياسية المدربين أجانب ما عرفوش يضربوها في الحقيقة، فأنا بهنيه وبقول له حسام بالنسبة للوايح يعني ما فيش ما يمنع إن الأربعة يبقوا موجودين جوه ال 18. إيه ده بس يا كابتن ما تسخنش. لا يعني أنا بقول لك، أنا بقول لك ما فيش ما يمنع لسه. أنا ما بقولش قرار. إيه ده وصلي على النبي. لا ما بقولش قرار، أنا السنة الجاية يعني الموسم القادم. الموسم القادم أو الموسم ده ما فيش ما يمنع. تدرس تدرس يا كابتن. داخل ما قلتش لا. يعني اهدى شوية برضه. أصل أنت هتقول الكلمة مصر كلها. لا أنا بقول لك ما فيش ما يمنع لا داخل اللايحة دي ولا داخل السنة القادمة ان يبقى موجود 4 يلعب الثلاثه الاجانب في المباراه، يعني اجنبي يتبدل. بس ده يكون لمصلحه الكره المصريه يعني. بالظبط كده، يعني لان الناس دفعت فلوس في اللاعب الاجنبي رقم 4، فما ينفعش انك تحطه في المدرج ما تستفيدش بيه. فدي ده اللي انا عايزه. مش عارف اقول ايه. لا يوجد في اللوائح ما يمنع بالحاليه. ما هو ده كلام مجري. ايوه، لا يوجد ما يمنع في مشاركة اللاعب. يقول له ده قرار، قال له لا يوجد ما يمنع. طيب هو بقى المنع جه بقرار مزاجي تفصيل بناء على رغبة حد؟
يعني عشان كده احنا قلنا ساعتها كيف تسمح لي بالتعاقد مع لاعب بشرط الا يلعب؟ يعني حاجه تضحك. فانت اللي هياكد ان الامر مزاجي شويه كلام كابتن ايهاب جلال. نشوف الفيديو الجاي. كسونجو عاوز يجهز شويه، عاوز يفهم بعض الحاجات في في في, في اسلوبي انا، والحمد لله ان برضه حصل حاجه، وكان يعني مستشار مرتضى اعتقد ان هو ليه اليد العليا في ان يبقى الاتحاد الكره ياخد قرار ان الاربع، ودي حاجه او دي حاجه لا هي حاجه بديهيه. هو اتحاد الكره صلح قرار كان قبل كده وصلحه، ودي حاجه جيده تحسب له. نعم، ان انت عندك اربع فرق، انت وافقت على اربع فرق وهي خطا، لكن انت وافقت عليهم. طب انت هتخلي ثلاثه في سكور بس وتخلي الرابع بره خالص وانت بتديله فلوس؟ طب خليه في السكور، وانت لو عاوز تلعبه لعبه مكان واحد تاني افريقي ما فيش مشكله، يعني على الاقل يبقى موجود. فهم وافقوا عليها النهارده، دي حاجه جيده جدا. مبدئيا بنبارك للكابتن اسلام الشاطر على برنامجه في سي بي سي اكسترا، لكن اللي اتقال ده كلام خطير جدا، اللي اتقال من الكابتن مجدي عبد الغني واللي اتقال من الكابتن ايهاب جلال، يا ريت نفضل فاكرينه على طول، لانه الاهلي كان بيتهم دي بتعشق الصوره مع بعضها. بالظبط، الثاني بيفسر الاولاني. بالظبط، ده اللي الناس دايما كانت بتقول الاهلي هو اللي بيدير الكوره والاهلي اللي عايزه بيفرضه على اتحاد الكوره، شاهد من اهلها. كابتن مجدي عبد الغني قال حاجه في منتهى الخطوره، وانا ما اعرفش الانديه اعضاء الدوري الممتاز اللي اتبعتت لهم لائحه المسابقه وشروطها، لما كان عندهم لائحه ما فيهاش بند يقول انك بتتعاقد مع اربعه اجانب لكن ما تلعبش في المباراه الا ثلاثه. كابتن مجدي بيقول اللائحه ما فيهاش كده، ولا في قوانين بتقول لها كده لا السنه دي. وسيف زاهر زميله في اتحاد الكره عايز يدارع على الموضوع، قال له يا كابتن مجدي الكلمه هتقولها هتتاخد بسرعه، قال له لا اللائحه الحاليه واللائحه الجايه ما فيهاش. طب جبتوا ده منين؟ اتفرض ده على الانديه بدون لائحه ازاي؟ ضيعتوا على الانديه اللي عندها اربع اجانب فرصه او حق استخدام لعيب اجنبي بامره مين؟ طلع الكابتن ايهاب جلال قال اليد العليا للمستشار مرتضى منصور، وهو اللي كان ليه الدور في انه يتم التعاقد مع اربعه بشرط ان احنا نستخدم ثلاثه. تذكر عندما صدر القرار واندهشنا وجبنا الاستاذ احمد مجاهد على الهواء، قلنا له ازاي بتسمحوا لنا نشتري لعيب بشرط الا يشارك؟ قال لي الاهلي وافق. قلنا له ازاي الاهلي وافق؟ قال لك كان المهندس محمود طاهر حاضر موجود، قال له ما مش فارق معايا واعملوا انا مفوضكم في القرار ومشي. فخدوا هذا القرار بناء على طلب مين؟ الزمالك، لان الزمالك كان عايز ما يفقدش لاعب كان لسه سيسيه موجود وعادي يجيب كاسونجو، فمش عايز يفقد سيسيه لان كان متصور ان هو يعني واشنبونج يعني. فالمهم انه بقى عنده اربعه قال احتفظ بيهم. طب الاهلي لو خد اربعه لا يلعب ثلاثه بس. فاهم ازاي؟ النهارده يبدو ان الزمالك في صدد انه يبقى عنده اربع اجانب، وممكن يكون بيفكر يجيب لعيب اجنبي كويس يعني. فعايز الاربعه في الملعب. ايهاب جلال النهارده خليهم الاربعه في الملعب. خليهم دي لائحه كاسونجو بقى، ويطلع فجاه واحد يقول لك ما فيش حاجه تمنع. ايوه، اللي يمنع ان الاهلي يطلب هذا الكلام. هو الحاجه اللي تمنع ان دي تكون في مصلحه الاهلي. لكنه بيكتشف ان الاهلي ما عندوش مشكله في مش فارقة لعبه المصالح، تعمل لائحه كاسونجو، لائحه سيسي، 25 30 20 15 الفرق. العبره انك انت عندك قوام وعندك دكه وعندك صحيح. مدير فني وعندك قواعد وعندك ثبات وعندك استقرار صحيح. وعندك بتنقي ناس عندها سبيريت وروح، واللي ما عندوش روح ما يلزمناش كده. فهو ده المقاومات بتاعه البطوله. بس يعني اعملوا بقى، غمضوا واعملوا صالح الكره المصريه، هتلاقي الدنيا مشيت تمام. جريده الوطن تتحدث عن عمرو جمال يطلب من الاهلي الموافقه على انتقاله للدوري الفنلندي، ويقول انه نادي هلسنكي في فنلندا مقدم عرض للتعاقد مع عمرو جمال، وانه عمرو جمال المعار لبيدفست الجنوب افريقي بيامل في تلبيه هذا العقد، وانه
اليوم السابع ايضا قالت الاهلي يعلق على رحيل عمرو جمال للدوري الفنلندي، وتنقل على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره تاكيده انه عمرو جمال بيقضي الفتره الحاليه، وانه رئيس نادي هلسنكي ومدرب الفريق تحدث خلال الفتره الماضيه مع عمرو جمال ووكيل اعماله محمد حبشي لاقناعه بالانتقال للدوري الفنلندي، ووكيله اكد ايضا جديه هذا العرض. فماذا لو تم هذا يا باشمهندس؟ ليه لا؟ انت في كل الاحوال عرض لاعب عشان يلعب وينتظم ويستعيد مستواه وفرصه تبقى موجوده في المنتخب. بدا بدايه طيبه ثم الامور ما مشيتش دلوقتي معاه، جاي له مع عرض من هلسنكي بطل فنلندا عشان يلعب في صفوفه. عندهم في فنلندا القيد ينتهي في اخر فبراير. في الفرصه متاحه. لا اتصور، وتعليق الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد كده بيقول ما عندناش مشكله، المهم انه يلعب، يروح حته يلعب فيها. فاذا تم الاتفاق، هو المشكله دلوقتي عند مين؟ بيدفست. هو لعب مع بيدفست عموما 19 مباراه سجل فيها 5 اهداف، معدل مش عالي لهداف. لكن عايزين، وهو ال 15 مباراه لعب فيهم كام دقيقه؟ ما هو دي العبره مش بال بالظبط. ايضا على صعيد المحترفين، الاهلي بيتسلم البطاقه الدوليه للكابتن حسام غالي من النصر السعودي بعد ما عاد للنادي الاهلي. والكابتن حسام البدري تحدث عن فرصه حسام غالي في المشاركه، والحقيقه انا سمعت الكابتن حسام البدري وهو يتحدث مع مدام لميس الحديدي بكل التقدير لحسام غالي وقيمته ومكانته ودوره مع النادي الاهلي وتاريخه مع الاهلي، يمكن فيه كثير من الاحترام. اعتقد اللي رد بيه كابتن حسام البدري عن علاقته بلاعب واحد من اللي دربوه تحت السن، و بيرد على كل الشائعات اللي تتردد حول طبيعه العلاقه زي اللي اتقال. يعني بصوا، حسام البدري هذه فرص غالي في المشاركه، وهو الراجل ما حددش فرص، هو لما سئل امتى يلعب قال يعني حسام غالي دلوقتي لعيب في الفريق، واحنا لسه سامعين انه البطاقه لسه جايه، فقال انه هو دلوقتي لعيب في الفريق. فكره اشراكه في المباريات خاضع للمعايير الفنيه شان كل اللاعبين، لكن ما فيش قواعد وضوابط واتفاقيات انا وافقت انه يرجع بس ما يلعبش، مفيش كده. بس يلعب. او بس يلعب هتنطبق عليه فرص كل المعايير الفنيه. طبعا. وقال لك البدري يرفض مشاركه غالي قبل حسم الدوري، وكانه غالي حاجه قليله. ده الكلام برضو القليل قوي الحقيقه. يعني بيتكلموا على لعيب. تسمح لي، ده المصري اليوم بيقول فرصه حسام غالي في المشاركه واشاده ابو حسام. نقلا عن الوطن خد من منظور وجهه نظر الكاتب ان حسام يرفض على مشاركه حسام، لكن هتجد ان المضمون واحد، انه الفريق ماشي كويس وعلى حسام ان يتنافس عشان يكون موجود لكنه قادر على هذا. هذه المساله. فهي العنوان بيطلع من الموضوع حسب رؤيه الكاتب. والخلاصه انه حسام غالي لعيب في الفريق يخضع لكل المعايير الفنيه، لعيب له اعتبار وقيمته وجماله وعظمته وتاريخه وكل حاجه. طبعا برضو غنوه فتحي وعمرو وعبد الله السعيد والتجديد. المصري اليوم، الاهلي يمنح فتحي والسعيد اخر فرصه للتجديد. كل الانديه فيها لعيبه المفروض تجدد الفتره ديت. الشناوي في الزمالك، لعيبه كتيره في الزمالك وفي انديه اخرى، ما حدش بيسمع حاجه. الضغط الدومي واللحظي على عبد الله السعيد واحمد فتحي، لدرجه انه ده استفز وعلى الاهلي طبعا، لدرجه انه ده استفز الكابتن رضا عبد العال. لا بس الاول نقف هنا. كلمه يمنح فرصه اخيره للتجديد او فرصه جديده للتجديد او اخر فرصه. طب لو فاتت الفرصه وبعديها باسبوع قال له انا عايز اجدد، يقول له لا كان عندك، انا قلت لك الاسبوع اللي فات جدد، انت ما جددتش. باب التنسيق قفل، باب الفرص اتقفل. ولذلك ده عنوان موجه للجماهير، موجه للقراء، مش موجه للموضوعيه ولا اعمال العقل زي ما هنقول بعد كده في فقرات قادمه. رضا عبد العال يعني استفزه الضغط الدائم في موضوع عبد الله السعيد واحمد فتحي، فقال في تصريحات اذاعيه انه بيحذر عبد الله السعيد واحمد فتحي من اللي عمله نيمار، وبيقول غلطه نيمار ما ينفعش يقع فيها عبد الله السعيد واحمد فتحي. وقال رضا عبد العال انا بقول للسعيد وفتحي ما تغلطوش غلطه نيمار مع برشلونه،
الاهلي مش هيقف على اي حد، بمجرد ما هتمشوا لو هتمشوا هيجد البديل بسرعه، اللي هيكملوا هينجحوا، انتوا بس اللي هتخسروا. ده كلام الكابتن رضا عبد العال للكابتن عبد الله السعيد واحمد فتحي. نيمار قال لهم الاهلي افضل ليكم من اي مكان. يعني كويس المقاربه دي او المقارنه دي. نيمار اول ما ساب برشلونه كان كل الناس شايفه ان المصيبه موجوده عند برشلونه، والحفاوه بانتقال نيمار الى باريس سان جيرمان حتى عن طريق نيمار نفسه، ان اول ما راح سجل في اول ماتشين وثلاثه وكانه يعني بيظهر مدى الخساره الفضيحه لبرشلونه. ايه اللي حاصل؟ برشلونه متوهج على اخره، ها، ونيمار انحسرت عنه الاضواء. طيب الحديث ممكن نقبل انه او نتفهم انه عبد الله السعيد واحمد فتحي طبعا نجوم كبار جدا، الاهلي بيعتز بيهم، والاهلي يهمه الابقاء عليهم، والاهلي يهمه الاحتفاظ بيهم، واحتفاظه بيهم بيزيد قوه الفريق لا شك في هذا. لكن الحديث عن شروط ومطالب وتفرقه عنصريه، ده الكلام اللي محتاج مناقشه. نشوف الزميل اسلام صادق في ال تي سي. فوجئ عبد الله السعيد واحمد فتحي بان المسؤولين في النادي الاهلي بيتفقوا معاهم على تمديد عقودهم دون اعتبارهم ان هم من ابناء النادي. يعني ايه من ابناء النادي؟ يعني في تقليد داخل النادي الاهلي ان اللي لعب ناشئين داخل النادي الاهلي ان السنه الثالثه بياخدها كامله بدون مشاركات. مع عماد متعب، مع حسام غالي. فعلا؟ معلومة جديدة دي. ده تقليد داخل النادي الأهلي. إن أولاد النادي الأهلي، أبناء النادي الأهلي اللي لعبوا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي هم اللي استغلط أعتقد يعني. بدأت مع كلام حضرتك إن هيكون في معلومات، عشان أنا عارف إن هيبقى في صدمة شوية للكلام اللي هيتقال. وبالتالي أحمد فتحي وعبد الله السعيد الكلام ان احنا ساهمنا في بطولات واخلصنا للنادي الاهلي ورفضنا عروض، ورفضنا عروض من نادي الزمالك قبل انضمامهم ابناء النادي الاسماعيلي بالظبط. وبالتالي عبد الله سعيد واحمد فتحي بيشعر يعني بتفرقه، خليني اكلمهم بمنتهى الامانه، ما بين هو قال حتى هم قالوا ان اشمعنى حسام غالي واشمعنى عماد متعب مش معنى اولاد النادي. هو احنا لما بنيجي بنلبس تيشيرت النادي الاهلي وبنمثل النادي الاهلي، بنمثله لان احنا من ولاد النادي الاهلي، وبالتالي ما ينفعش انك انت تيجي تطلب مني انك انت ببيان رسمي يعني حددوا مسؤولياتكم او حددوا مصيركم مع النادي الاهلي، وانت في نفس الوقت ما بتقدرش قيمه الجهد اللي بنبذله. النادي الاهلي عبد الله السعيد بيشترط الحصول على 14 مليون جنيه في الموسم. وبالتالي بدون ضرائب. وبالتالي هو قال لهم ان طالما انتوا مش هتحسبوا نسبه المشاركات يبقى بالتالي انا هاخد في الموسم الواحد 14 مليون جنيه، وهو نفس الامر بالنسبه لاحمد فتحي 13 مليون جنيه. ماليش دعوه بال 14 وال 13، كتيره ولا قليله، حقيقيه او مش حقيقيه، حتى ان كان فيها مبالغه ليست هي القضيه. القضيه ان الاهلي عنصري جدا وبيفرق بين ولاده وولاد البطه السوداء، واللعيبه اللي جايه من بره لا تعامل وفقا للائحه زي اللعيبه اللي لعبت في قطاع الناشئين في النادي. هذا نوع فيه شديد الظلم يا باشمهندس. ظلم ايه يا استاذ ابراهيم؟ هو انا لما اكون عبد الله السعيد ولا كابتن احمد فتحي هتبقى قضيتي في التجديد نسبه المشاركه وانا بلعب كل الماتشات؟ هو انا قاعد على الدكه؟ الله، ظروف كابتن عماد متعب ما اتعملتش غير لما كابتن عماد متعب فعلا كان بيتجدد له اخر سنه وما بيلعبش وهو عايز يلعب ومش في ايده، دي رؤيه فنيه. إذا كانت اتعملت للكابتن عماد متعب، لكن النهي اتقال إنها لائحة لأولاد النادي، مفيش حاجة للكلام اللي يضحك ده على مدى علمي. هقول لك اللائحة
لاخر ما كنت فتره كنت موجود فيها ولم اسمع انها اتغيرت الا اللهم اذا كانت اتغيرت يا ريت يجي لنا مسؤول من النادي الاهلي يقول لنا اتغيرت ولا لا. اللائحه بتاعه المشاركه تقول الاتي. 25% عند التعاقد من قيمه العقد. 50% على رواتب. على الاشهر. على الاشهر. 25% على نسبه المشاركه. طيب باخد نسبه ال 25% كامله لو شاركت 70% من الماتشات. وشاركت يعني ايه؟ رجلي لمست الملعب. يعني انا في ال 18 في الدقيقه 92 عملت تغيير تكتيكي بضيع بيه وقت. رحت منزل لعيب اتحسبت له مباراه. فتصور بقى ان انت لو شاركت 70% من الماتشات تاخد نسبه 100%. هو ده اللي مخوف فتحي. والمصاب انت معتبره موجود. والمصاب خلال فتره العلاج التي يحددها الطبيب انت شايله. بتعتبره مشارك. ما بتعفيه من نسبه المشاركه. طيب. الا اذا كانت نتيجه اهمال بقى وهو بدل ما يرجع من الاصابه في اسبوعين رجع بعد شهر شهر شهرين اهمال منه بيبتدي يخش في العمليه كلام يعني لما يتقال بس ندوره في دماغنا كده هنبص نلاقيه بيرد على نفسه مفيش حاجه انا تصوري لا يمكن تكون اتحطت حاجه زي كده طبعا يعني طبعا دي يعني فيما يتعلق تصوري لك ولو اتعملت خلال الاربع سنين الماضيه يبقى مش عارف اتعملت ليه لكن مساله ان انا ابن النادي او مش ابن النادي يعني النهارده احمد فتحي اللي بيلعب عندي يشوف من سنه كام ولعب كام مباراه في الدوري معانا وكابتن عبد الله سعيد الذين هم الاثنين بيتنافسوا على لقب احسن لاعب في الدوري ايوه الاثنين اعمده اساسيه في المنتخب الاثنين بيتنافسوا على احسن لاعب في الدوري الاثنين من نسبه المشاركه مش عايزين يمضوا عشان طب هم طول السنين اللي فاتت دي ما كانوش عارفين لان مش موجوده اتصور انها مش موجوده وعشان برضو انا يعني اكون اكثر دقه الى ان كنت مسؤولا ما كانتش موجود حاجه زي كده ولا اتصور ان احدا يضعها في ضمن لوائح الكره في النادي الاهلي وعايزين تاكيد بهذا الكلام لكن انا بقول لك العقل يقول ان هذا كلام غير موجود وفي نفس الوقت ده هو مشكلته طب انا اقول لك حاجه الكابتن عماد متعب عندما سافر الى بلجيكا كانت مشكلته ايه مع النادي الاهلي عايز يلغي نسبه المشاركه والاهلي رافض طب ما كان من باب اولى وافق له الغاء نسبه المشاركه وسافر بلجيكا ورجع بعد اقل من شهر عايز يفسخ العقد ويرجع لصفوف النادي الاهلي ولم يعفى من نسبه المشاركه فمسألة ان دي يعني لاولاد النادي تكريم مفيش لا وانا افهم حاجه انه ممكن يكون من حق اللاعب حتى لو كان عبد الله السعيد وفتحي يطالبوا باعفائهم من نسبه المشاركه ممكن يكون ده من حقهم تحسبا للي جاي انت بتتكلم على الموسم الثالث مثلا وانت متصور استاذ ابراهيم لكن اللي انا عايز اقوله بس هذا لا يمكن يكون استنادا على شعور بالتفرقه والظلم لا يعني انت مركز قوي على الظلم والتفرقه أيوة. لان هي مش موجوده هي لكن انا بتكلم برضو على اثنين على هذا القدر في سنهم ده بيتنافس على احسن لاعب في الدوري وعناصر اساسيه في المنتخب ورايحين كاس العالم الانين مش هيكون ده اللي في دماغهم هو تيجي تقول لي ان عبد الله السعيد يقول لك كمان سنتين هو حد منهم لو قعد احتياطي هيبقى سعيد انه بياخد اجره بالكامل هيقول لك ماشيين لو 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 لو, لو, لو قعد الى ان يفقد نسبه المشاركه اللي هي على الاقل 70% مش هيسكت خلينا واقعيين يعني طبعا. فمش هي دي القضيه طيب انما أيضا. هو جزء من السم في العسل المستمر في طابع المرحله اللي فاتت الشهر اللي فات ده وكلما يتالق الاهلي وكلما تبدو بوادر خير اضرب من تحت مش اضرب اعمل بقى زي حال البلد كده كل ما تسمع خبر حلو لازم وراه ثلاث اربع مشاكل ويطلع لك هنا حد يتكلم ويطلع لك هنا حد يتكلم تعودنا على هذا الاسلوب يا استاذ ابراهيم صحيح الاهرام المسائي برضو في اطار نفس النهج ونفس الاتجاه صراع المرمى يشتعل في الاهلي
إكرام الأب يتدخل لإنقاذ الإبن، والشناوي يرفض الدكة، ولطفي يطلب المشاركة. يعني الثلاثة بلاك، والنجار عايز مسمار، والمسمار عند الحدان، والحدان عايز فرخة، والفرخة عايزة قمح. العنوان كان لازم يتمل كده. الدنيا كلها ضلمة. يا ايه ده؟ إكرام يتدخل إنقاذ الإبن، والشناوي يرفض التعاقد، ولطفي يطلب المشاركة. مين الرابع؟ الواد الصغير واحمد عادل عبد المنعم بيقول لك هو في ايه؟ لا حول الله. ورمضان مصطفى اللي تحت السن زعلان ومستعجل ومقموص. يا يعني يا ده كلام. شيل الحقيقه بس عشان تبقوا شاهدين وعارفين اللي بيحاك للاهلي عامل ازاي. اغلاق ملف عبد القادر، وهو خلي مين عبد القادر؟ احمد عبد القادر لاعب صاعد. مين عبد القادر؟ عشان بيقول لك رفض الشناوي انه يقعد احتياطي. هو الشناوي يقدر يرفض ويقبل؟ هو فارض نفسه بمستواه. محدش هيقول له اقعد احتياطي طول ما مستواه كده لمصلحه الفرقه. لا، وعلي لطفي يطلب المشاركه. طب هو الراجل لما جاي كان حد قال له ان الاهلي ماشي شريف اكرامي والشناوي؟ ما الراجل عارف الوضع وبقال وسمعتوه وهو بيتعاقد. ولا يمكن يحمي، عارف هذا الوضع والنبي وجون كبير وعارف. انت مش كنت مش عامل لنا فقره بالعقل وللعقل؟ احنا بنناقش دي ليه دلوقتي؟ ما هو ده كله كلام للعقل. ده بس كان شوارب يفهمها بالعقل شويه. كان قالها لنا على الفقرات دي. طيب ملف عبد القادر بتقول برضه الاهرام المسائي ان اداره الاهلي قررت غلق ملف انتقال اللاعب الصاعد احمد عبد القادر صانع العاب فريق الشباب في النادي اللي انتقل بشكل مفاجئ الى سبارتا براغ التشيكي لمده 4 مواسم ب $200,000 لعدم امتلاك الاداره الحق في التقدم بشكوى ضد اللاعب لكونه لاعبا هاويا. وبالتالي الراجل اي لاعب هاوي من حقه يمشي زي ما يريد. وبقالت ان اللاعب كان يعاني من تجاهل الجهاز الفني في تصعيده زي زمايله محمد حسين عضل والحارس رمضان مصطفى ومحمد عبد المنعم واحمد ياسر ريان. يعني الجهاز الفني الراجل مش ضد الناشئين، ما هو وقت ما كان محتاج في المراكز المعينه. ليه بتناقش الامر وكان معه حقيقه؟ ليه بتناقش ان مشي علشان تجاهل الجهاز الفني؟ حقيقه هذا الامر ان ده لعيب كويس. كويس. سعى الجهاز بتاع الناشئين. وانا عشان اتكلم في الموضوع ده كلمت كابتن عمرو ابو المجد، كلمت الكابتن خالد جلال الله، كلمت الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كلمت الكابتن سيد عبد الحفيظ، كلمت اللاعب نفسه. اللاعب نفسه؟ قلت له عايز اقعد معاك. قال لي انا عندي امتحانات. قلت له تخلص امتى؟ قال لي 10 ايام. هتطلبني؟ هطلبك. ما طلبنيش. قعدت ارن له ما ردش. قابل والده، راح قابل الكابتن سيد عبد الحفيظ. القصة يا حبيبي كالآتي، هو مش عايز يجدد. قصة انه يسافر يحترف بره على غرار كوكا كده، هو مش متعاقد لان كان ممنوع سنه يتعاقد. لما زمايله كلهم تعاقدوا فضل هو، فحبوا يتعاقدوا معاه لانه لعيب كويس، بس لعيب عنده شخصية مرهقة. يعني شخصية يعني فيها شوية ليس سلس القيادة. فابتدوا عايزين يجددوا له. الأب بيقول إيه؟ الأب لا، أصل أنا ابني يعني دوله معاد، ولما راح قالوا له إحنا استنيناك. الكابتن مش عارف أمين عرابي قال له ما خلص التمرين، وبعد التمرين راح واخد بعضه ماشي، دخل مش عارف الكابتن عمرو. كابتن عمرو قال له ايه؟ سالت انا في القصص دي كلها، قالوا هو مش عايز يجدد وبيتعامل بشيء من يعني مش عايز اقول الالفاظ لا تدين حد، لكن واضح ان هو عايز يحترف بره مصر. وواضح ان كان في حد من الوكلاء جايب له عرض بره. فهو راح فين؟ تشيكوسلوفاكيا، براغ، نادي براغ. مضى 4 سنين. طيب الاهلي ملف ايه بقى اللي هيقفله؟ الملف مش مفتوح، لان احنا ده لاعب هاوي يسافر، اول ما هيمضي ويلعب مع الدرجه الاولى من اول مباراه ويبقى له عقد احتراف، هتروح تطلب حق الرعايه فيه. بس ده حقك فيه. هو بقى خطته ايه لنفسه؟ انه يجرب، وبعدين لو تألق يبتدي يفكر يوم ما يرجع يتكلم مع النادي الاهلي، او النادي الاهلي ساعتها
هيكون الامر، لان كل واحد لما تسمع الاب بيقول لك والله احنا حاولنا الكلام بقى اللي مكتوب في الجرايد ده. دي وجهه نظر والده. تمام. لكن والده هو قاعد مع الكابتن سيد قال له هو سافر وانا هحاول اقنعه يرجع هحاول اقنعه يرجع. خلاص هو لعيب هاوي من حقه ينتقل ومن حق الاهلي يطالب بحق الرعايه بتاعه فيه. بس. المقصه بيقول ان الاهلي مش هيقدر يجيب حسين الشحات وانه مهره بقى عالي قوي وان الراجل ما شاء الله متالق مع العين الاماراتي وانه سعره تخطى ال 100 مليون جنيه. ربنا يوفقه، بس الاهلي ما قالش انه بيسعى دلوقتي انه يرجع الراجل من العين الاماراتي، ولا ايه يا باشمهندس؟ معرفش العقد اللي بين المقصه والعين الاماراتي ايه؟ هل العين الاماراتي له الحق ان يشتريه؟ اعاره بنيه البيع؟ اللي هو محمد عبد السلام بيقول لا. طيب هو في الاخر هو لعيب نادي المقصه بعد المقصة. لكن بقى هنبتدي بقى نخش بقى في ال 100 مليون وال 150 مليون والكلام ده. خلاص خليه في المقصه. والمقصه عنده مشاركه افريقيه مهمه، خسر فيها ذهابا بره الارض من جنريشن السنغالي في دكار 2-0، زي ما اسفرت بقيه المباريات ربما كان المهم فيها للاهلي انه هو انا بس عايز اسال سؤال اقترب من مواجهه الاهلي. هو عاد اللاعب يعني لا ماليش دعوه بالمقاصه دلوقتي. هو عاد اللاعب مع النادي لما هو انا حاطط له 100 جنيه مليون جنيه يبقى عقده هو راتبه ايه؟ نص مليون جنيه في السنه ولا مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه ولا 5 مليون جنيه ولا ما انا خطر لي الخاطر ده دلوقتي، احنا داخلين على ارقام لازم يبقى ليه علاقه بالامور ببعضها. يعني انت عايز تقول لي لا ماليش دعوه بالمقاصه، انا بتكلم بشكل عام لان ال 100 مليون دي بيقولوها عشان تبتدي تسمع 40 و50 واخد بالك وتعود السوق على هذه الارقام، وليه خطوره هتبص تلاقي برضو ايه الاهلي والزمالك هم اللي بيقدروا يعملوا الكلام ده وبتجر معاها اسعار اللعيبه مع انديتهم لا وهتلاقي الدرجه الاولى بقى عملت ايه طبعا كله والناشئين عملوا ايه كله بيطلع. فانت كلام ما تقولوش لان انت هتدفع ثمنه. يعني النوادي اللي بتعتمد انها بتلم من الفرق الاقل هتدفع ثمن ده صحيح. طيب المباريات الافريقيه قلت لكم المقصه خسر بره ملعبه من جنريشن السنغال في دكار 2-0. الاهلي بالنسبه له فريق منانا الجابوني ربما يكون هو الاقرب لمواجهه الاهلي في دور ال 32 بعد ما خسر هذا الفريق الجابوني بره ارضه من كاديوجا البوركيني 1-0. مباراه دي كاديوجا البوركيني ومنانا الجابوني اللي فاز فيها الفريق البوركيني 1-0. هيلعب الفريق الجابوني في ملعبه مباراة العودة ومن ثم عنده فرصة لتعويض خسارته 1-0 والصعود لدور ال 32 لمواجهة الأهلي. دور ال 32 أو دور ال 64 شهد نتائج كبيرة جدا، يمكن أغربها أو أعلاها الدفاع الحسني الجديد المغربي اللي كان ده النادي بتاع وليد أزارو قبل ما يجي، فاز على سبورتنج بطل غينيا بيساو 10-0. دي المباراة اللي كانت ممطرة بالأهداف. أيضا في 6-0 سجلها ستيف الجزائري على ريال بانجي بطل أفريقيا الوسطى. فيما عدا ذلك لا هنخش في المريخ السوداني خسر من تشاو تشيب البوتسواني 3-0، نتيجة تقيلة على المريخ السوداني. بينما الهلال السوداني خسر من ليبيريا الليبيري 1-0. دي أبرز نتائج هذا الدور اللي واضح فيه انه الكبار هيحتفظوا به مقاعدهم للتأهل. بمناسبة افريقيا وبمناسبة الفريق المغربي، الاتحاد الافريقي لمباراة السوبر اللي جاية، السوبر الافريقي الوداد المغربي هيلعب مباراة السوبر. اختار الاتحاد الافريقي للمرة الجديدة الحكم الجنبي بكاري جسامة لإدارة هذه المباراة يوم 17 فبراير. بكاري جسامة اللي حكم مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي واتهم بمجاملة الوداد بوضوح شديد جدا في هذه المباراة اللي انتوا فاكرينها اللي كان فيها هذه الشماريخ الكتيرة من جماهير الوداد. الاتحاد الأفريقي بدون أي عقوبات، ثم لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مجددا وبشكل يحتاج إلى تفسير بتختار بكاري جسامة نفس الحكم لإدارة مباراة السوبر. دي مسألة الحقيقة تحتاج إلى تفسير من لجنة الحكام الأفريقية. عمل إزاي في ماتش الأهلي والوداد كان؟ للحرص على هذا الأمر. طيب زي النهاردة
في 12 فبراير 2005 الأهلي فاز على الزمالك 3-0، سجل متعب هدف وأبو تريكة هدفين نفتكره. حكم بيقول ماشي اللعب رغم بيقول في لعيب من نادي الزمالك واقع، أبو تريكة ناخدها تاني. عماد متعب، عماد متعب، ولا الهدف الأول، ولا الهدف الأول لنادي الأهلي. يا 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 فاجئ الجميع، فاجئ الجميع، وحط الكرة على شماله عماد متعب ويجيب هدف، والتاني في مباريات القمة. كان جاب الهدف الثالث في لقاء الدور الرابع في لقاء الدور الأول، عملها والله عماد متعب، إنما لم يكن أحد يتوقع إن عماد متعب هيشوط الكرة دي. خد عماد متعب وفتح على شماله وشاط كرة حلوة ويجيب الهدف ال11 ليه في بطولة الدوري هذا الموسم، أول موسم لعماد متعب في الدوري، ويجيب الهدف رقم 11 ليه، يتساوى في صدارة من متعب. وبص وفتح لنفسه الزاويه، ما حدش كان متوقع هنا، دخل عليه مدحت عبد الهادي وحطها بارعه، جميله 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 من عماد متعب. يا 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 متعب، يا يا عماد يا متعب، فعلا 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 لعيب مهارته عاليه جدا في الثلث الهجومي، ما فيش كلام. شوفوا المهاره هنا، مقفول عليه السكه باثنين، فتح لنفسه الزاويه ومن خرم ابره بيحط تتلعب على طول، ويطلع مدحت عبد الهادي ومحمد شوقي، لعبها حلوه قوي ناحيه اليمين لمحمد بركات، عنده فرصه انه يعمل كره عرضيه، والهدف الثاني، الهدف الثاني يا ابو تريكه، يا ابو تريكه، محمد ابو تريكه، يا 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 على الحلاوه، قطع محمد ابو تريكه كويس قوي. بقول لحضراتكم في من الشوط الاولاني لسه عنده حنين انه يقطع القايم القرط، لكن كان نصيبه في المره الرابعه انه يجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي. قطع كويس قوي، وقلت لحضراتكم كان عنده فرصه بركات، ولسه بقول لحضراتكم من شويه يا دوب من دقيقتين الهجمات النادي الاهلي هتكتسب خطوره اكبر، لان المساحات زادت، ما كانش بركات بيستلم كده في المساحه دي، ولا كان ابو تريكه بياخد براحته كده في المساحه ديت. قطع ابو تريكه كويس قوي على القايم القريب، ما كانش متراقب، وحط كره حلوه قوي في سقف الشبكه يجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة، وتروح تاني لحسن مصطفى، تروح لإسلام الشاطر، إسلام إسلام ويلعبها، شوفوا المساحات وانفراد منين، شوفوا انفراد منين، ياخدها تاني عماد متعب، انفراد، ولسه ولسه، والهدف الثالث، والهدف الثالث للنادي الأهلي. قلت لحضراتكم، قلت لحضراتكم، قلت لحضراتكم أبو تريكة، أبو تريكة، قلت لحضراتكم من 10 دقايق بالظبط أن الموقف ستغير تماما، لأن المساحات وأبو تريكة يجيب الذهاب ويجيب هدفين في مرمى الزمالك، ويرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في مرمى نادي الزمالك إلى 5 أهداف. قلت لحضراتكم هدف في مباراة السنة اللي فاتت، وهدفين في لقاء الدور الأول السنة دي، ثم هدفين في هذا اللقاء، أعلى معدل تهديفي قياسا إلى عدد المباريات هو أبو تريكة، 5 أهداف في 3 مباريات متتالية، هذا المعدل. 2005 سنة المعجزات الكروية والانطلاقة، انطلاقة المارد عشان يسطر تاريخا لم يسبقه أحد فيه ولن ينافسه ويكسر أرقامه إلا الأهلي بإذن الله. متعة فائقة وأنت تشاهد عماد متعب وهو ينظر إلى الزاوية من خرم إبرة، هدف تكرر كثيرا بماركة عماد متعب، ثم أبو تريكة الذي لم يكن أحدا حتى هذه اللحظة يتصور أنه هيكون معبود الجماهير، ففي ثالث مباراة يروح جايب جولين، 5 أهداف في 3 مباريات، متعة استمتعت زي أنا استمتعت. طب نخرج فاصل وإحنا مبسوطين كده عشان نخش في خماسية غير بتاعة أبو تريكة، لكن بعد الفاصل الأهلي الشيء الوحيد اللي يكبر يزداد شبابا، كلنا نخشى تقدم العمر إلا الأهلي بعد الستين، بعد الستين، وحكاية العنوان ده هتحكيها لنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. انا سالتك سؤال قبل الفاصل، ايه بقى حته الاهلي وشباب الستين؟ طيب الاهلي وشباب ما بعد الستين، الاهلي دلوقتي وصل النهارده للنقطه الستين،
وصوله للنقطة 60 بيرفع الفارق في صدارة الدوري عن الإسماعيلي أقرب منافسيه. الفارق ما شاء الله عمال يتسع. بعد 60 المسألة فيها نوع من الاطمئنان النسبي اللي يمكن الكابتن حسام البدري، وده اللي قاله لميس الحديدي لما سألته فين الشباب؟ ليه ما بتطلعوش؟ عدد الراجل عناصر الشباب اللي موجودة في الفرقة، طب امتى دول هيشاركوا؟ قال لها كل واحد بياخد فرصه في وقته. أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمد عبد المنعم، كل العناصر الواعدة جدا هتاخد فرص. وباكا بدأ ياخد يعني. ما أنا بقول لك عايزين نقول باكا لأنه ابتدى ياخد. لكنه الوصول للستين فيما بعدها يبدأ التفكير نفسه ياخد جزء من النظرة البعيدة. وأنا يعني عارف إن الكابتن حسام البدري واحدة من أهم مزاياه ما بيبصش تحت رجليه أبدا، عنده فيجن شوية، عنده باستمرار مشغول ببعد بكرة. يعني حتى هتلاحظوها في المباريات، في مباريات كتيرة جدا الحسابات التكتيكية عند حسام البدري مرتبطة بنظرته للي جاي بعد اللي جاي ايه، وبالتالي شايف ان اللاعب ده هيتعور او تعور او هيتوقف او هيتحرم منه او هيضطر لتعديل وضع تكتيكي ما، يبدأ يجربه، يبدأ يدي عناصر باستمرار مشغول فيما بعد الغد. فوصوله للنقطة 60 تعزيزه لفارق الصدارة بيمكنه انه يبدأ يبص شوية لعناصر الشاب. اولا ده ان شاء الله تعالى مع الحسم المبكر للدورة باشمهندس هيبقى فيها مكاسب كتيرة قوي. العناصر الاساسية المجهدة قبل ما تدخل بقى المعترك الافريقي ومشوار المنتخب في كاس العالم هتبدأ تاخد فرص كافية للراحة شوية، وده هيوزع المهام والجهد على العناصر اللي جات من بره وعايزة تاخد فرص اساسية ويبدا الاعتماد عليها بشكل كامل، زي اسلام محارب، زي صلاح محسن، زي بقيه العناصر اللي موجوده، بالاضافه للعناصر الصاعده كمان احمد ياسر ريان والذين معه. فبالتالي ده يدي فرصه لعمليه الاطمئنان على المستقبل يا باشمهندس. اقول لك انا بقى كمان خدتها بمعنى ان يزداد توهجا. يعني الاهلي من اخر اربع ماتشات وقبل مباراه السوبر وتحديدا قبل مباراه الزمالك وكنا نرى ان الاهلي وضعه مقلق. ايوه مقلق في ايه؟ في ان مجموعه التحديات اللي ورا بعضها في وقت ضيق صعبه جدا. يجتازها بنجاح واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد ويحقق السوبر ويسافر ويلعب بفريق مباراه وديه ويعمل وهج في السعوديه ويسعد جماهيره ويرجع هنا يكسب الاتحاد يكسب كل الفرق بقى بسكور تقيل، فتشعر الادي الاهلي باداء ممتع بقى اجتمعت المعادله الصعبه، المتعه مع الاداء مع النتائج. اذا يزداد شبابا بعد الستين، نرجو يزداد امتاعا بعد الستين. فنرجو ان يستمر على هذا النسق، ما نبقاش ما يحسد المال لاصحابه. يعني اللهم اجعل كلام الجميع خفيف عليه علشان الحقيقه يعني طب ما تشوف الاداء الجماعي بقى عامل ازاي. يعني كل الكور من متابعات. المستشار نبيل صديقك من اسيوط اللي بيكلمك بقلق وخوف انا لم ارى المستشار نبيل على مدى خمس سنوات ماضيه بيكلمني بيحملني مسؤوليته شخصيا في مزاجه العام. يا عدلي بيه طمني ارجوك، انا اشعر بالقلق، انت مطمئن؟ قول لي بالله عليك انك مطمئن. وكفى. وعنده تقليد لازم يكلمني قبل الماتش، يشعر هو بالتفاؤل يعني ان لما يتواصل معايا. ايوه. اول مره وانت كنت موجود معايا قبل الحلقه شعرت بنبره الفرحه في صوته. السعاده والمتعه بقى. انا اتمتعت، انا مبسوط. هذا الرجل يعشق الاهلي الى درجه عالية. يعني فالحقيقة نتمنى أن يستمر الأهلي يعني عشان بإذن الله التحدي الأكبر بقى ربنا وفقنا فيه. شوف الإصرار يقع ويقوم وانتو وياخد على صدر ويلعب برجله الشمال. بص القرار يا أخوانا. هاتوا لنا الجون ده تاني من فضلكم. بصوا على التفاصيل. هو بقى دي يعني أقول لك حاجة، دي متعة ما بعد الستين. ما متعة بعد الستين الأعصاب هديت شوية، الضغط العصبي قل. لا الدنيا ما كانتش هديت، انت متعادل 2-2
وبعدين من الدقيقه 80 للوقت المحتسب بدل ما ضاع تجيب 3 اجوان. بص الجون ده، لا ده يعني سيبك من دي. الاصرار احيا الكره، ها لعبها. بص الله، حتى لو طالت بتلاقي زميله بعدين يلعب ويقوم. يتعثر يقوم يرقص ويكلم. خد بالك الجون جه ازاي، هتلاقيه برجله الشمال. برجله الشمال هو هنا خد القرار. بص برجله الشمال. انت عارف لو لعبها باليمين هتخبط في الجون، هيصدها هتخبط في الصعود على طول. فما سابهاش لما عليت لقاها ان اقرب لرجله، وصعوبة الجون ده ان هو واقف على رجله الشمال. واخد بالك؟ لا ده فكر عالي وتنفيذ عالي ومهاره عاليه وقرار يا جماعه التفاصيل دي مهمه جدا، بتوري لك قيمه اللاعب. انقل. طيب اذا الاهلي بعد الستين اكثر امتاعا، اكثر تخلصا من التوتر العصبي الشديد، اكثر قدره على منح الفرص للشباب ان شاء الله. بعد هذا الفوز المهم للاهلي على المقاولين 5-2 هنقول لكم عناوين المواقع سريعا. جاءنا الان يا استاذ ابراهيم، ايوه، بناء على تكليف في الفاصل للاعداد يتواصلوا مع حد من الجهاز الفني والاداري، نفلنا نفيا تاما وجود اي شروط خاصه تخص بلعيب عن لعيب، سواء ابناء الاهلي او لعيب كبير او لعيب صغير. وده اللي احنا قلناه. لا يمكن. انا بس عشان اطمئن، انا يعني عشان بس مصداقيتنا، على مسؤوليه محمود المخبزي نقل لي كلام عن الجهاز الفني، من الجهاز الفني، لا تفرقه في اي نصوص في العقود واللوائح بين اللاعبين عامه، ومفيش حاجه اسمها في الاهلي ابن النادي ياخد مزاف اكتر من بره، مفيش كده. والنبي روقه وهده وكل واحد يعني سيبوا الاهلي. انتوا مزعلانين ان في حاجه كويسه ماشيه؟ يعني ايه اللي مضايقكم في دي؟ يعني الانسان يتمنى يقول يا رب ابقى كده، مش لا لازم يقع لازم يقع لازم يقع. يعني هو الكابتن سيد عبد الحفيظ رد على محمد مصطفى على الواتس دلوقتي، قال له ما فيش حاجه اسمها كده خالص. طيب شفت بقى لما بيحبوا يجيبوا ويعملوا شغل تسقيفه لجهاز الاعداد بتاعنا وجهاز الكره، اللي هو جاوبنا برضه. موقع في الجول قال ليله ازارو، خماسيه الاهلي تحبط عوده المقاولون. اليوم السابع قال الاهلي يحكم قبضته على قمه الدوري. طب وليله ازارو دي مش عايزه نتكلم على الجون اللي اتلغى له؟ ولا جاي لها وقت؟ لا هيجيبها لك شوارب دلوقتي. الاهلي يحكم قبضته على قمه الدوري بخماسيه في المقاولون، والموقع الرسمي للاهلي بعد افتراس الذئاب الاهلي امر 14، وامر 14 لانه فارق النقاط للاهلي عن الاسماعيلي الوصيف بقى 14 نقطه. يلا كرة، الاهلي يستفيق من غفوته ويفاجئ المقاولون بكابوس الدقائق الاخيره. يعني انا ما اعتقدش ان الاهلي كان عنده غفوه في المباراه الا اذا اعتبرنا انه شعوره بالاطمئنان مكن المقاولين. لا هو اتعادل 2-2. يعني الكام باك بتاع المقاولين 2-0 ل 2-2 مخيفه. كفاح. اي فريق بخلاف الاهلي كان ممكن يتهز. المصري اليوم كلاكيت، ثاني مره الاهلي ينتفض ويهزم المقاولون بخماسيه في مباراه مثيره. وجريده الوطن، المقاولون استفز الاهلي فخسر بالخمسه. داس على رجل الاسد. ايوه. موقع 1-3 قال لك الاهلي يكتسح المقاولون العرب بخماسيه في الدوري الممتاز. عشان تكون نتائج مباريات هذا الاسبوع، الداخليه تعادل مع الاسماعيلي 0-0، وادي دجله فاز على بتروجيت 2-1، الانتاج الحربي فاز على الاتحاد السكندري 3-2 فاطاح بمكيده، الاسيوطي تحت قياده الاسيوطي تحت قياده رائعه فنيا لعلي ماهر واداريا للكابتن هادي خشبه، فاز على النصر 5-1. ادي الهدف اللي الغي لازارو. يا ناس حرام والله، هنشوف بقى لما حرام المجهود ده. يعني اقسم بالله، بص شفايف وليد بيقول له اقسم بالله ما هاندبول اهو، اقسم بالله يا كابتن. هادي اللي بينوبنا من الحكم الخامس، لما يغلط يغلط برضه معانا. استنى استنى اهي، فين بقى اللي في ايده دي؟ اهي في ايده.
يعني عارف. سمير عثمان، كابتن سمير عثمان قال فيدي، قال فيدي ان دي فيها قربت على الدراع من اخره، اه لمست ابط ابط اللاعب. ايوه فكان تهديره ليها. الله اعلم، الله اعلم. هو بص، هو طبعا الحكم الخامس ورا الجون، فهو في المواجهه، ما فيش صوره في المواجهه. عايزين نشوف صوره من المواجهه. واحد شاف ديت اهو، يا ريت يكون في صوره من المواجهه. هو شايفها، ادي علي لطفي واقف يسقف اللي متضايق. اهي بص، لا عايزين كره من هو المواجهة. حسب الاولانيه ولا الثانيه؟ الثانيه. الثانيه الاولانيه ما فيهاش حاجه. و سموحه خسر من الزمالك 1-0، فاتضايق جدا انه خسر من الزمالك 1-0، فتم تغيير المدرب او المدير الفني. طنطا خسر من طلائع الجيش 1-0، والاهلي كسب المقاولين 5-2. سموحه غير مدرب؟ اه. كابتن طلعت مشي؟ اه. وتولى ميم عبد الرازق. تاني ميم عبد الرازق؟ ما هو ما يسيبوه بقى. بقى المدرب الوطني المحلي قوي يعني. وبيعمل نتائج. امبي لجأ لخالد متولي. انت فاكر زمان كان في شويه مدربين محليين قوي، يعني الشناوي في المحله، المحله بتتعصب مدربين الشناوي. لا ومحمد صلاح في الزمالك، وكابتن فتحي وكابتن زيزو في الاهلي، ساعه ما بيلاقوهم عندما تتازم الامور بيجوا بيعملوا نتائج وبيكسبوا بطولات. ومحمد عمر مسك الاتحاد مكان مكيده، وده برضه احد الحلول الداخليه. اتاجلت مباراه انبي مع مصر المقاصه، والمصري مع الرجاء. شفت جدول الدوري؟ هو المصري مع المقصة ولا انبي اللي مع المقصة؟ لا، كان المفروض انبي مع المقصة والمصري مع الرجاء. اه اه اه. الاسبوع 24 بدأت بمباراة الرجاء وانبي اللي أقيمت المباراة استغلالا لتأجيل مباراتي المصري والرجاء، انبي ومصر المقصة من الاسبوع 23. الرجاء كسب انبي 3-0 كانت يوم الجمعة. يوم الأربع اللي جاي الزمالك هيلعب وادي دجلة، والاتحاد هيلعب مع الداخلية. ويوم الخميس 15 فبراير النصر مع بتروجيت، والمصري مع الرجاء. المصري مع الرجاء دي المؤجلة من الأسبوع 23. يوم الجمعة اللي جاي في أربع مباريات مهمة: مصر المقصة مع طنطا، طلائع الجيش مع سموحة، الأسيوطي مع الأهلي. يعني الأهلي هيواجه علي ماهر وهادي خشبة يوم الجمعة، والمقاولين العرب مع الانتاج الحربي. ايضا تاجلت مباراه الاسماعيلي والمصري لموعد يحدد فيما بعد. مباراه شديده الاهميه. ايوه. في ترتيب المركز الثاني والثالث. الاسماعيلي والمصري. الاسماعيلي والمصري طبعا. طبعا. ها؟ وعلى فكره ماتش الاسيوطي والاهلي ليست مباراه بالسهله اطلاقا. ليست سهله. طيب ده كده الاهلي في هذا اليوم، وكيف أنه شباب ما بعد الستين، بعد الستين نقطة، أكثر إمتاعا، أكثر إبداعا، أكثر تخلصا من التوتر والشد العصبي، وأكثر قدرة ورغبة في إتاحة الفرصة للشباب. ننساك إزاي؟ ننساك إزاي وأنت ثابت في القلب يا بطل؟ 13 سنة على رحيل الكابتن ثابت البطل في مثل هذا الاسبوع يا باشمهندس. يوسف وهبي قال: اتمنى ان اموت على مسرح خشبه المسرح. بعض رموز النادي الاهلي قالوا: نتمنى نموت داخل النادي الاهلي وجنازتنا تطلع من النادي الاهلي. ثابت البطل تحققت له هذه الرغبه التي احزنتنا جميعا. دي اخر لقطة حضرها، اخر لحظاته بعدها بساعات توفاه الله. يعني كان حريصا يكون في الملعب متدسرا ببطانية لياتي لي ابو تريكة يهدي اليه الهدف ويقابل راسه. ثابت البطل هو نموذج زي ما هنشوف. انت مجهز لنا شوية حاجات كويسة له، ودي ذكرى. والحقيقة اشكرك واشكر فريق الاعداد على هذه الفقره. كابتن ثابت يستحق كتير قوي يا باشمهندس. ما هو انت بقول لك، شوف ربنا حب يكافئه، اداله لقطات تاريخيه لا تمحى من الذاكره. تخلده تم تخليد ذكراه، مش
كان ممكن يبقى مجرد لاعب كبير ومدير كرة ناجح زي ما كان حارس مرمى عملاق. ما هو ما انا بقول لك لاعب كرة كبير وحارس عملاق وله طعم. وشوف ربنا يعني سبحان الله شوف القوة شوف العنفوان وفجأة إرادة الله مرض الخبيث يهزم وهو الذي هزم كثيرا من الفرق. مفيش حد كبير على الموت كاس مصر الاهلي والمقاولين ولكن احسن حاجه تسيبها وراك ذكراك. احسن حاجه ربنا كافئك انك انت وانت في محل عملك اللي بتعشقه وفي لقطه دراميه لا تمحى تكبرك جدا 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 عند الجماهير عندما تاتي ذكرى كابتن صالح سليم او ذكرى كابتن ثابت البطل الامر يتوقف عند الكثيرين احتراما واجلالا. كلاهما عاش لحظاته الاخيره وبنفس المرض الخبيث في خدمه الاهلي وفي عشق الاهلي. انا فاكر الكابتن ثابت الله يرحمه قبل اللقطه بتاعه المباراه قبلها بيوم كنت بكلمه فبطمن عليه فصوته واضح ان هو يعني تعبان جدا فبقول له طب يعني انت ليه في المعسكر؟ قال لي طب هو انا لو روحت من المعسكر هرتاح يعني؟ من هفضل قلقان على الفرقه؟ تحدثت مع زوجته عقب رحيله بكام يوم كده يعني يقول لها يعني كلنا معاكي وبقاء لله ومصابنا كلنا كلام يعني اللي احنا نشعر به حقيقه تجاه هذا اللاعب العظيم وهذا الشخصيه الفريده. فقالت لي كواليس اليوم يا ثابت ما تنزلش الملعب ثابت انت مش قادر. قال لها لازم انزل واروح ايه اللي هيحصل يعني اكتر من المقدر لي بس سيبوني يا ناس في اخر لحظاتي اعمل حاجه اللي بحبها ان كان ربنا رايد لي ها يبقى مفيش حاجه تمنعها اعمل حاجه اللي بحبها ونتيجه الوهن الشديد غطى نفسه بالبطانيه شعوره طبعا بالبرد كان كبير جدا وتبقى لقطه يمكن غير مسبوقه على مستوى العالم طبعا خلدته على مستوى العالم طبعا فكويس ان احنا النهارده انه في اداري يفضل في عمله والمود بيهاجمه وهو في اللحظة لغايه اللحظه الاخيره انا فاكر الجهاز الاداري ساعتها قالوا لي احنا كنا واخدين مفتاح الاوضه بتاعته عشان كل شويه ندخل نبص عليه في المعسكر ليله المباراه ايوه طبعا عشان نطمن عليه للدرجه دي هم كانوا حاسين انه الراجل عايش الانفاس الاخيره رحمه الله عليه متى ثابت فبقي بطلا كما عاش. كابتن ثابت ولد في 15 سبتمبر 53 في الحومدية في الجيزة. بدأ مشواره مع الكرة في شركة السكر الحومدية. انتقل للنادي الأهلي بعد اكتشافه بواسطة الكابتن عبد البقال سنة 72. لعب للأهلي ابتداء من سنة 74. استمر في حراسة مرماه ومرمى منتخب مصر حتى اعتزل الكرة عام 91. أقول لك سر؟ ثابت البطل ما كانش جول. كان باك شمال او كان وينج شمال كان جناح مهاجم وبعدين في مباراة ما احتاجوا جون وقف ما خرجش من تحت الثلاث خشبات بعدين وبعدين وفاء الكابتن ثابت بقى عين مدير الكرة في الاهلي مرتين كما عمل مدربا لحراس المرمى في بنياس الاماراتي. حقق ثابت البطل بطولات كتيرة مع الاهلي حصل على الدوري 11 مرة كاس مصر 6 مرات كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري مرتين كاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس 3 مرات الكاس الافرو اسيويه للانديه مره واحده له انجازات كبيره جدا مع المنتخب نال شرف الوصول مع المنتخب لاولمبياد موسكو 80 ولوس انجلوس 84 وان لم يشترك في الاولى لانسحاب مصر طبعا وقتها بعد الغزو السوفيتي لافغانستان حالة إصابته دون الاشتراك في الدورة الثانية في لوس أنجلوس كما فاز مع المنتخب أيضا بميدالية دورة الألعاب الأفريقية 87 توج البطل تاريخه والحافل بالفوز مع المنتخب بكأس أمم أفريقيا 86 وأخيرا شارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم في إيطاليا 90 وكان كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي إلى أن اعتزل اللعب في سنة 91 كان سنه وقتها 37 سنة لعب 60 مباراة دولية و225 مباراة مع الأهلي. حصل الكابتن ثابت البطل وهو مدير للكرة على 6 بطولات دوري وكأس مصر مرة واحدة
البطولة العربية أبطال الدوري مرتين، كأس السوبر العربية مرتين، توفي البطل عليه رحمة الله وهو في القلب ثابت يوم الاثنين 14 فبراير 2005 عن عمر نهز وقتها 51 سنة. أقول لك حاجة، ملمح من ملامح شخصيته. أنا كنت بكتب في المصور وفايتس موجود، فرحت له أعمل معاه حديث. فقعد يقيم لي اللعيبة كده ولعيبة النادي الأهلي ورأيهم فيه، قال لي ولكن في اتنين لعيبة لازم أتوقف أمامهم لأنه هم يعني علموني. قلت له إزاي؟ قال لي الأولاني هي إيز تريننج ماشين. قلت له مين؟ قال لي قال التدريب. قال لي هاني رمزي. قال لي هاني رمزي كان لسه ناشئ، أول يعني طالع معاه لسه. قال لي هاني رمزي اللاعب الوحيد اللي شفته في حياتي إن في كل تمرين بعد التمرين هو أفضل من قبل التمرين، يعني بيزيد في كل تمرين. ولا يعني بينفذ اللي بيتقال له بحذافيره وبمنتهى القوة والدقة والرغبة في التقدم، وكان يتقدم في كل تمرين مش كل مدة. قلت له والتاني؟ قال لي التاني ده اللعيب الوحيد اللي أجبرني على الاعتذار له. ثابت البطل. قلت له مين؟ قال لي ثابت البطل. فايسا ثابت أجبرني إن أنا أعتذر له. قلت له إزاي؟ قال لي أنا لما جيت كان الكابتن شوبير هو حارس مرمى المنتخب، فبدأت أعتمد عليه، وكان المنتخب هيروح كأس العالم بعديها. فجاني الكابتن ثابت البطل قال لي أنا وضعي إيه يعني؟ قال له لا، طول ما أنت هو رقم واحد في المنتخب هو لازم يلعب. قال له لا، أنا هتمرن والأحسن يلعب، وإذا كنت أنا. فقال لي اديته فرصة في مباراة خلاني بعد مدة أعتذر له. قلت له أنا كنت مخطئ في حقك، أجبرني على احترامه والاعتراف بقدراته وموهبته الفزة. درس لكل لاعب. فده رأي فيصل في واحد الملعب. فيصل اللي بعديها بسنة ولا اتنين اعتزل الكابتن ثابت البطل. الشخصيات الكبيرة بتظل كبيرة لحد آخر لحظة في عمرها. طيب، كابتن ثابت البطل له لقاء نادر الحقيقة، بيتكلم عن قصة شغلت الناس وقتها كتير، رحيل التوأم حسام حسن وابراهيم حسن عن الأهلي، كانت قصة مهمة جدا اتهم فيها ثابت البطل لدرجة وصلت للقطة محدش شاف ثابت البطل فيها خالص. الأول هنسمع الكابتن ثابت البطل عليه رحمة الله في هذا الفيديو، وبعد كده تشوفوا اللقطة التي لم تحدث من قبل. لا طبعا الحمد لله، أنا بشكر اللعيبة اللي في الملعب في الحقيقة. يعني بعد طرد علي ماهر في الشوط الأولاني بنلعب حوالي 50 دقيقة بعشان تفار، والنتيجة درون، وبيحققوا فوز كبير جدا. عايز أقولهم مبروك، ومبروك لجمهور النادي الأهلي الفاهم الواعي. وإن شاء الله احنا حطينا دلوقتي، أصبحت الفرصة إن شاء الله موجودة، إن شاء الله يبقى فرصتنا كبيرة إن شاء الله في الماتشات اللي جاية بإذن الله. إن شاء الله. كابتن ثابت، هل هذا تأكيد على إن النادي الأهلي قادر بلاعبيه الموجودين في التشكيل حاليا على إحراز البطولات وعلى استمرار المشوار كنادي ليه اسمه وعرقته على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي أو الدولي؟ مش عارف السؤال ده ليه، لكن أنا شايف إن النادي الأهلي بيكسب بطولات، النادي الأهلي كسب البطولات باللعيبة دي. السؤال ده لان فيه يمكن كابتن ثابت من خلال الكاميرا في الملعب، وننتهز هذه الفرصه ونقول الكابتن ثابت بعد مباراه النهارده هل هيعيد حساباته مع بعض اللاعبين، مع بعض الجمهور، مع بعض النقاد؟ يعني انا حاسس ان الكابتن ثابت في حاجه في جواه من موقف معين، وبصراحه موقف ابراهيم وحسام. لا احنا في الحقيقه ما فيش حسابات بيننا بالنقاد وجمهور، وكل واحد له رايه وكل واحد حر في اللي يقوله. اللي احنا بنقول مشكله ابراهيم وحسام، احنا مش اصحاب المشكله، ودول ولادنا ودول ناس خدموا النادي الاهلي، لكن اللي حصل منهم هم مش مننا احنا. البعض قال ان احنا قلنا لهم شوف مصلحتك، مصلحتك اللي حايز اقوله، واحنا قلنا له لما كان هو هداف افريقيا شوف مصلحتك، لان ده لعيب كبير وخدم النادي الاهلي، عايزين
يعني يختم حياته بشكل كويس يبقى احترف في حته بيستفيد ماديا لان هذه المرحله الاخيره بالنسبه له. لكن كون الناس تستغل هذه النقطه وتقول شوف مصلحتك احنا مش عايزينه، الكلام ده مش موجود، بدليل ان الكابتن حسام حسن احنا قدام في افريقيا رغم انه اسمه ساقط في البطوله الافريقيه. الحاجه الثانيه ابراهيم حسن لما كان موجود الراجل كان موجود معانا وبيتمرن معانا، جه بعد ماتش الزمالك قال لك انا عايز اجازه، واحنا مش فاهمين الكلام ده. انا رايي الشخصي الكلام ده حصل من يوم 12/6، ايه اللي بيعملوه النهارده دي حاجه جديده. انا شايف انه تايمنج مش مظبوط، احتمال حد بيلعب في دماغ حد والغرض منه ضد النادي الاهلي. المفروض الافراد زايلون، ثابت البطل مش هيستمر في المكان ده، ولا حتى ثابت البطل استمر ولا بيلعب في المكان اللي كان بيلعب فيه، ولا اي لعيب هيخلد. اذا كانت الناس فاكراها اسم الى الابد هو محمود الخطيب من اعظم من انجاباتهم الكره المصريه، اعتزل الكوره. لكن اللي عايز اقوله احنا واخدين الامور بهدوء شديد جدا وبدون عصبيه وبدون اي غضن على هؤلاء اللعيبه، لان انا بقول اهو من خلال الكاميرا في الملعب دول اعطوا للنادي الاهلي ولو كره الحاقدون، لكن احنا مش حاقدين عليهم، دول ولادنا وحاولنا نحافظ عليهم. لكن للاسف اللي حصل على الجرايد وفي التلفزيون ده انا بعتبره دي مش من شمات الرجال، والمفروض المواقف اللي بيبان فيها الرجال، المواقف الصعبه اللي انا بتزني فيها، اللي انا محتاج كل لعيب، مش محتاج الجمهور يجي يشتم سين من الناس او فلان من الناس، لا، شمات الرجال اللي يقف وسط فريقه وقت المصاعب وقت الشده، ده اللي احنا محتاجين اللعيبه. كابتن ثابت البطل، هل التوقيت كان غير مناسب من ابراهيم وحسام اللي ان هم يناقشوا هذا الموضوع دلوقتي؟ الموسم لم ينتهي بعد. يا سيدي الكابتن حسن حمدي واحنا متفقين ان احنا هنناقش التجديد في نهايه الموسم، وانا بقول تاني، طب انا ايدته افريقيا ليه واسمه ساقط من افريقيا؟ ده اللي انا عايز افهمه، انما هي قصه انا عايز اقول ناس عايزه تستغل مواقف مش قادره افهمها، هل هي فكر ناس تانية انا مش قادر افهمها، لكن التايمنج سيء جدا. وزي ما قلت ولاد النادي الاهلي، الخطيب قعد احتياطي والخطيب اعتزل، مصطفى عبده اعتزل، النجوم الكبير كابتن صالح سليم اعتزل، والناس اللي خدموا النادي الاهلي اعتزلوا، لكن احنا ما كناش في صدد ان احنا نفكر التفكير اللي هم بيفكروا بيه. لكن زي ما قلت لك شوف مصلحتك، خد الحته دي شوف مصلحتك وبنى عليها ان هم مش عايزيني، الكلام ده مش موجود ومش مرفوض تماما، لان كان ابراهيم حسن كنا بطلناه، لا ابراهيم حسن كان بيلعب لحد اخر وقت وهو اللي اعلن ان هو محتاج راحه. والنهارده اللي عايز اقوله عمر الكوره في مصر ما وقفت على حد، ودايما الافراد زائلون والنادي هو الاهلي هو اللي باقي، لان لازم الناس تعرف وجماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي خيره على اي حد وعلى اكبر حد من النادي الاهلي من اول رئيس النادي لاصغر واحد في النادي الاهلي، لازم الناس دي تفهم. واهم حاجه مش شعارات، مش شعارات ونقعد ننادي بالشعارات ان احنا بنحب النادي الاهلي، لا، كل اللي لعب في النادي الاهلي في الناس دي لعبوا بمقابل بمقابل. هو يعني احنا بنناقش حياة واخلاص ولحظات الموت التي داهمته في لحظات ظل يعمل فيها حتى الرمق الاخير. هي الكلمة دي اللي تهمني في القصة دي كلها، انه قال الاشخاص زائلون وثابت البطل مش هيخلد، كلنا زائلون، وكأنه كان يتنبأ بما انه سوف يلاقي ربه قريبا. يعني معرفش انت ثقافتك ايه في التفاصيل بقى، يعني قصة حسام وابراهيم حسن فيها كلام كتير قوي، لانه اتظلم فيها الكابتن ثابت، والكابتن ثابت دلوقتي مش موجود بينا، فكل الناس لما بتتكلم اجيال بعد اجيال، اللقطه دي لقطه مؤلمه جدا. الرجل الاسد الجسور كتر الضغط العصبي عليه وصل له المرحله اللي انتم شايفينها. شتيمه الجماهير وقتها المدفوعه في اتجاهات معينه تيجي التمرين وتيجي المباراه كل المباريات عشان تحمل هذا الرجل هذه المسؤوليه، ده عمره ما بكى، عمر ثابت ما بكى ولا حس بالانهيار ده ولا حس بالظلم ده. شفتوا اللقطة اللي قبل كده كان بيتكلم بكل هذا الثبات وبكل هذه القوة. على فكرة الظالم لا يشعر انه مظلوم. بصوا الضغط العصبي على واحد وشعوره انه مظلوم وشعوره انه بيعمل كل حاجة علشان النادي الاهلي وبيتحمل كل حاجة عشان خاطر النادي الاهلي، وبيتكلم عن حسام وابراهيم بمنتهى الاحترام ويقول لك دول ولادنا وولاد النادي وادوا النادي.
رغم أنف الحاقدين يعني، وقال واحنا مش حاقدين، لكنه قال لك ده رغم أنف الحاقدين ادوا النادي بس احنا مش حاقدين عليهم. وقال انا لما انا قلت له بعد بوركينا فاسو شوف مصلحتك، كان عشان العرض التركي اللي جاي له، هو قبل وراح ورفض ورجع واستمر الهجوم. الضغط الإعلامي وقتها كان سيء جدا، محرض للجماهير لأسباب كتيرة جدا ضد هذا الرجل. ثابت البطل الله يرحمه ما كانش من النوع اللي بيجيد التعاطي الإعلامي، ما كانش له صداقات مع إعلاميين ولا صحفيين، بالعكس كانت المسافة بينه وبين الكثيرين منهم بعيدة قوي، تتعلق بشخصيته، والرجل مش بتاع شو ومش بتاع إعلام، فكان دايما وأبدا الأرض بينه وبين الإعلام ليست ممهدة أبدا، لكنه كان رجولة بمعنى الكلمة، إداري بمعنى الكلمة، مخلص أهلاوي نموذجي حقيقة، يعني من النماذج بتاعت كباتن مختار التتش، صالح سليم، طارق سليم، كابتن حسن حمدي، كل اللي شغلوا قبل منه مقعد مدير الكرة، كان ثابت البطل امتداد لهذه النوعية من الإداريين الأهلوية الحقيقيين عليه رحمة الله، رحمة الله عليه. ولكن الكابتن خطيب أثناء حملته في الترشح كان حريصا أن يذكره بدون مناسبة. يعني أنا مترشح رئيس نادي الأهلي، هذكر في 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 خلال مؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ترشحه. تعالوا نشوف اللقطة دي. توقف عند ثابت البطل، مش غريبة؟ ولماذا ثابت البطل؟ ما تيجي نشوف. شخص آخر من أكثر الناس اللي عشنا مع بعض، كل ده أسماء النجوم بتوعنا من الطعام، عشت ملف عمية، كان شايف كل الناس، شايف كابتن طبعا كابتن زيزو، كابتن صفيوني، شايف ناصر لعبوا مع الراجل ده كتير، وأنا لعبنا مع الراجل ده كتير. الراجل ده يا جماعة يعني كادر، وهو بيلعب راجل، وهو بيلعب راجل، وهو بيلعب يعتمد عليه، تطمن تطمن ان في حد في ظهرك باكن ليك، تطمن تطمن له طبعا هو وزمايله الاخرين، لكن تطمن لده، تطمن لثابت البطل رحمه الله عليه. ثابت تولى اداره الكره، شفنا ان احنا بقى اصبح عندنا كادر مهم جدا جدا مدير الكره في النادي الاهلي، اتعلم من عظماء كابتن صالح، كابتن طارق، كابتن حسن، كابتن زيزو، تعلم من العظماء دول واصبح مديرا للكره. مديرا للكره الناس بتحبه والناس بتخاف منه، بس الخوف لا، الحب اكتر. فانا بتعامل معاه وبحبه قوي، والان كمان ان هو يجي في وقت يضغط عليا. صدق البطل رجل الحقيقه اللي بيساعدني جدا من زوجته لغايه دلوقتي موجوده في وسطينا وموجوده معانا. عرفتوا كابتن الخطيب يتحدث عن في مؤتمر اعلان ترشحه عن برنامجهم وبرنامج العائله، ايه اللي يجيب سيره ثابت البطل ويتوقف طويلا ويتحدث كثيرا عن ملامح شخصيته وملامح عظمته، ثم يكرم الكابتن صالح بمجرد كابتن ثابت بمجرد اطلاله صورته وذكر اسمه بهذا التصفيق المدوي المستمر الطويل، ثم يختم الكلمة وهو يكرم ثابت البطل في شخص تحية زوجته اللي كانت موجودة، وما أن وقفت ورآها الحاضرون سمعتوا التسقيف اللي امتد للحظات طويلة. هكذا هكذا هو ده العائد اللي بياخده أي إنسان مخلص، هو ده العائد. عايز أقول لك يا باشمهندس اللي باللسان الكويس اللي حب ناديه واحترم نفسه واحترم ناديه وكان شديد الإخلاص، هو دي مكافئته الحقيقية، أن تبقى ذكراه على هذا الشموخ وهذه العظمة. رحم الله ثابت البطل. كابتن حسن حمدي الله يمسيه بالخير، أنا ما شفتوش متأثر بحدث زي ما كان متأثر بحدث وفاة. كل ما أقوله بقى لله أعز الناس، أعز الناس يا عادل، أعز الناس يا كابتن، الكلمة دي أعز الناس، أعز الناس يا كابتن عادل. يا
يعني الحقيقه فعلا كان هو انا ليا مواقف كثيره مع كابتن ثابت وذكريات مش وقتها دلوقتي، ولكن الحقيقه هو يستحق كل كلمه قيلت واكثر منها. الف رحمه ونور على روح الكابتن ثابت البطل، واحنا بنفتكره بعد مرور 13 سنه على رحيله بنفكر الناس بقيم وشيم الرجال، بنفكر الناس بالنماذج المخلصه لعملها، بنفكر الناس لاهميه تفاني الانسان في عمله، بنفكر الناس بمردوده الصدق. هي دي المكافاه في الحياه، هي دي المكافاه، مردود الصدق في الحياه بجد. آه. كلها كل زي ما ثابت البطل قال لك كلنا زائلون، وتبقى الذكرى وتبقى السيره وتبقى هذه السمعه الطيبه ثابت في القلب دائما، ورحمه الله عليك يا بطل. بعد الفاصل كلام بالعقل لمن له عقل وحاجه تجنن بجد. بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد. كلام بالعقل لمن له عقل، واحنا دايما وابدا اعتقد حضراتكم كمتابعين للبرنامج عارفين انه من ثوابتنا محاوله مخاطبه المنطق. لما بنتصدى لاي راي في اي حاجه ما هو غير منطقي ما بيلزمناش، وقلنا لكم باستمرار لو ظبطتونا غير منطقيين ما تصدقوناش، ولو حسيتوا ان احنا بنعبس بعقولكم برضه ما تصدقوناش. ولانه من ثوابت نهج البرنامج فلان قال يبقى بعظمه لسانه عشان ما يبقاش فيه تقول على حد. وحتى فكره الاجتزاء بنرفضها دايما، فكره ان انا اخد جمله من مجمل السياق واقتطعها من سياقها علشان استشهد بيها الحاجه الثانيه مش عندنا خالص. بالعكس حريصين على السياق التام، وحريصين على انه لما بناخد راي الواحد بناخد رايه كاملا دون اجتزاء. لكن جزئيه من الجزئيات اللي اثيرت يا باشمهندس فكره انتماء الصحفيين والاعلاميين. ايه المشكله؟ يعني ينتموا. خليني بس بمناسبه الحقوق، اصلك انت كان ليك راي. بمناسبه الحقوق للغير، فيديو الكابتن ثابت البطل عليه رحمه الله اللي عرضناه وهو بيتكلم عن ازمه التوام، ده كان نقله عن برنامج الكاميرا في الملعب احد البرامج المهمه وقتها في القناه الثالثه. بالعكس كان من ضمن البرامج الرياضيه الشعبيه الرائده وقتها. هي افرزت بعد كده برامج دي النيل الرياضه، طلعت حاجات كتيره وخرجت من عبائتها قناه النيل الرياضه. فاذا كان حدث اشاره انه ده نقلا عن النيل الرياضه، لا هي نقلا عن القناه الثالثه، وده كان احد اهم برامجها وقتها. فكره النقاد والصحفيين والانتماءات احنا تعرضنا ليها واتكلمنا فيها كتير، وما في حد ما هوش منتمي. في ناس حريصة على ان تظل تمارس انتماءاتها في السر، وفي العلن وفي الحقيقة وفي الاداء تمارس الرذائل المهنية. والله ودي استخبى ورا حته وتستخبى ورا حته. الرذائل المهنية لا كتيرة كوارث والله، وتظل دايما وابدا تردد مقوله اصله صحفي مفروض ما يظهرش انتمائه، واصله صحفي قاضي. وانا شخصيا مش عارف الناس دي جابت الكلام ده منين. مين قال الصحفي قاضي؟ وانا استاذنك لشرحيه بسيطه بس في دقيقه. الانتماء الرياضي ما هوش اهم واعلى تاثيرا من الانتماء الفكري او السياسي. ليه الناس مستعده دايما وابدا انها تقرا الكاتب وعارفه ان ده رجل يساري، رجل يميني، رجل اخواني، رجل ابطي، كل صنوف الفكر والادب والسياسه وحتى الدين معروفه مسبقا وانت بتقرا لاي واحد. لو عندك استعداد لقراءه فلان عندك خلفيته الفكريه والسياسيه. ما تندهش لما يعبر عن توجهه. وبيعبر عن توجهه. ايه فكره انه الصحفي الرياضي لا ده قاضي؟ مين اللي قعده على محكمه استئناف القاهره يعني؟
مين اللي قعده وفين القصف؟ وبعدين هو اصلا الراجل بيطلع راي، ما بيطلعش حكم، بيطلع راي. هذا الراي ناتج عن ارضيه، هذه الارضيه تشكلت، وانا قلت مقوله البعض خدها او اجتزاها، انه في مصر على الاقل ما فيش حد مش اهلاوي او زملكاوي، ولو واحد مش اهلاوي او زملكاوي او بيشجع المصري او منحاز للاسماعيلي، لو ما فيش ده ما ينفعش يشتغل في الرياضه. وقلت لك بالمنطق البسيط جدا، الشاب في مصر بيتخرج من الجامعه سن 21 سنه مش كده؟ عشان يبدا يمارس الصحافه كعمل، بغض النظر هو اتخرج منين، 21 سنه. اولا هو ارتباطه بالرياضه نتيجه شغفه بالحاجات دي. ايوه هو ده، هو بدا يتشكل في الحياه ويعي اللي حوالين منه، هنقول اول ما دخل المدرسه، يعني عنده 7 سنين. من 7 سنين ل 21 سنه 14 15 سنه. في هذه السنوات تشكل اهتمامه. لو له في الرياضه او له في الكوره بمعنى ادق، فراح يمين او راح شمال، بقى بيشجع هذا النادي او ذاك. ولا في حد في مصر اتولد بيجهز نفسه انه بعد 20 سنه هيبقى صحفي، فلا خلينا على الحياد. ده يبقى غريب. طيب انت اتشكلت، هل لما اتخرجت من الجامعه رحت لدكتور استأصل غده الانتماء؟ فشلك غدة الانتماء فأصبحت مجرد. هو عايز يقول ايه؟ أنا منتمي بس ما بخلسبهاش تأثر على كلام. أنا منتمي حقيقي. أنا منتمي بقى للأهلي، ولكن انتمائي المفروض الغالب للقيم المهنية. للقيم المهنية في الممارسة الحقيقية. بكل ما تحمله بقى لأي حد دارس وفاهم يعني ايه قيم المهنة. ده المفروض الأساس. لكن هو ايه؟ ما هو بيكتب وهو يساري والناس بتقرا له وبيقرا وهكذا. فكره الزميل محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي في المصري اليوم تحدث عن الاداء المهني، وشاف انه اللي بيصنفوا فلان اهلاوي وفلان زملكاوي هم دول المنتفعين. منتفعين بايه؟ ما انا علشان الامر يتعلق بالزملاء والصحفيين، حابب اخد راي صديقنا العزيز محمد الشرقاوي ونشوف يرد عليه ايضا محمد الشرقاوي. اعلامي او صحفي اهلاوي او زملكاوي طلعها بعض المنتفعين وبعض المغرضين علشان يوصلوا لاغراض معينه، واصبحت موضه في الوسط دلوقتي، ده ابيض ولا ده احمر. هي القصه الصحافه والاعلام قواعد، استاذ احمد عارف قواعد، في قواعد مهنيه بتطبق. ما انا عارف انت بتقول كده. ملهاش علاقه يا جماعه خالص 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 بحته ابيض او احمر. ابيض او احمر ده في القهوه. بس هم عشان بعض المغرضين وبعض المنتفعين اللي هم عايزين حاجه معينه وعايزين ياخدوا مكاسب معينه، روجوا في الراي العام مساله اصل ده صحفي زملكاوي وده صحفي اهلاوي، او ده اعلامي اهلاوي وده اعلامي زملكاوي. من سنه او من 6 شهور ما كانش فيه الكلام ده. طول الاعلام من ايام فايز الزمر الله يرحمه وهشام رشاد والناس اللي هم في التلفزيون المصري وبعد كده القنوات الفضائيه، طلع الكابتن احمد شوبير، ما ده كابتن النادي الاهلي، ما كانش حد بيتعامل مع كابتن احمد شوبير على انه كابتن النادي الاهلي. موضه بقى اسمها اصل ده اهلاوي وده زملكاوي. ليه؟ لان بعض الطامعين وبعض المغرضين عايزين يروجوا القصه دي علشان يصنفوا تصنيفات ويعملوا حاجات كده عشان هم اللي يستفيدوا منها. ولكن الاعلام في انا محمد الشرقاوي بيقول راي قدام شاشه التلفزيون، او احمد الخضري بيقول راي، او احمد اي حد بيقول راي، الناس اللي بتسمعه او بتشوفه بتقتنع او ما بتقتنعش، ترد عليه او ما تردش عليه، عنده مصداقيه او ما عندوش مصداقيه. الناس المفروض ان هي بتناقش الراي، ما بتناقشش الانتماء. لان لو القصه اصبحت قصه انتماء يا استاذ احمد، يبقى انت كده خرجت عن ميثاق الشرف الصحفي. تمام. انت بتتكلم مثلا لما يجي يقول انا اصل انا صحفي اهلاوي او انا اعلامي اهلاوي وبحب النادي الاهلي، لا انت كده ما انتش مهني، انت كده بايع مهنتك. تمام. لا انت اللي بيتكلم بالشكل ده بص يبقى اسمه بايع مهنته. اولا ميثاق الشرف الصحفي ما فيهوش ان انت ما تبقاش اهلاوي ولا زملكاوي، او ما تبقاش ماركسي او ناصري او شيوعي او ليبرالي او اخواني، ما فيهوش كده خالص. بس ما تخبيش بقى. لكن هو صديقنا العزيز محمد الشرقاوي قال لك الحكايه دي ما ظهرتش الا من 6 شهور، وواضح من ضحكه احمد الخضري وهو معاه انه الكلام كان رايح لملك وكتاب.
انه الناس ديت هي اللي قالت صنفت الناس وقت ما كان الراجل محمد الشرقاوي مسؤول في القناه هنا واتقال وقتها انه زملكاوي. على فكره مش احنا اللي قلنا ده. قبل الكلام ده محمد بيقول ده ظهر من 6 شهور فقط برضه في تلقيحه مقصود بيها ملك وكتاب، عشان كده خطينا مرحله التلقيح ورحنا للتصريح. محمد الشرقاوي في مارس 2010 في خناقه شهيره عنيفه على الهوا له مع ابراهيم حسن، كان ضيف وقتها الشرقاوي مع كابتن مدحت شلبي، قال له انا زملكاوي انت مش زملكاوي في خناقته مع ابراهيم حسن. سيبنا من اللي اتقال في 2010، طب ما اللي اتقال هنا في قناه الاهلي هو احنا اللي قلناه؟ هل احنا اللي صنفنا الناس ولا هو محمد الشرقاوي نفسه الراجل اللي اتكلم؟ طب ما نفكره هو قال ايه في قناه الاهلي نفسها. حس ان الدنيا بتتراجع. على فكره انا بقولها انا زملكاوي والناس كلها عارفه ان انا زملكاوي، يعني عشان ما حدش يقول ان انا مثلا بزايد او بعمل حاجه. انا هنا في قناه الاهلي وبقول ان انا زملكاوي، قال كده محمد الشرقاوي وقتها حرفيا. وانا قلت لكم انه الراجل في مارس 2010 يعني قبل الوقائع دي كلها بثمان سنين كان اعلن ده بشكل واضح. مش ملك وكتاب اللي قال ومش ملك وكتاب اللي صنف الزملاء. احنا اشد حرصا، هي تهمة. احنا اشد حرصا على ما يتحدث عنه البعض عن قيم الدين. استاذ ابراهيم احنا لما ذكرناه بمناسبه الاختراق وخطورته. انا قلت له انت زملكاوي وبتطلع في قناه الاهلي بتقول انا زملكاوي، هل من المنطق انك تبقى عضو لجنه البرامج في النادي الاهلي وكل اعضاء اللجنه زملكاويه؟ قلت له يعني هي بالصدفه، يعني كيف يمكن لناس منتمين مش راضين يقولوا ان الاهلي هو الجدير برقم نادي القرن يبقوا بيدافعوا عن قضايا النادي الاهلي؟ ده اللي انا قلته وسالتهم سؤال محدد، اتحداك انت وفلان 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 تطلعوا تقولوا الاهلي هو نادي القرن، نادي القرن في افريقيا عن جدار، او هو معترفين بهذا القرار. ولحد النهارده ما قالهاش، وفضل واخد طيار معين في معاداه الاهلي والاستفاده من الاهلي. ومين اللي مغرض عندما تكون بهذه المشاعر وموجود في قناة المفروض أنك بتدافع عن قضايا الأهلي وأنت لا تجرؤ أن تذكر حق أصيل مؤكد إن هو ده نادي القرن؟ سألتك وعملت لك اختبار سقطت فيه سقوطا مدويا وما زلت توالي السقوط حتى الآن وبتكابر وعمال تقول كلام. يا أخي اتكلم شوية في العام، أنت لحد دلوقتي بتتكلم في النادي الأهلي وبتكلم في السلبيات بس. ما هو المساق الشرف الصحفي بيقول لك اصطاد نادي وافضل ضده واتكلم على سلبياته والغي ايجابياته، هو ده مساق الشرف الصحفي بتاعك؟ يعني انا مش عارف اتحالفته فين المساق ده، وبعدين هو فين المساق؟ اقسمت قدام مين؟ انا عايز اعرف هو في قسمه متخرجه من الكليه؟ ما فيش. انما بقى التشدق ويقول لك المغرضين مغرضين عشان نعمل فيك ايه؟ عشان ابعدك عن القناه بس. ابعد عني واعمل اللي انت عايزه. يعني انت عمال تهاجم دلوقتي الاهلي وتهاجم كل نجاحاته، لا تعنيني. تهاجمني انا شخصيا لا يعنيني، لكن عندما تكون في مطبخ الاهلي لا ما سيبكش تحط لي السم في الطعام بس. وهي الفكره مش فكره برضو ينفع ولا ما ينفعش. لا ما ينفعش. ايوه ليه؟ استمرارا لنفس القياس. هو انت تقدر تجيب واحد مؤمن بالقيم الرأسمالية تروح تمسك والليبرالية والحقوق الفردية يدير حزب التجمع أو أي حزب؟ لا سألك سؤال أنا مباشر. أنا بتكلم الناس اللي عندها جزء من العقل. أنا أقدر أجيب حد منحاز للملكية الفردية والرأسمالية وأقول له خطط للعمال والفلاحين والعمال؟ هل يقدر حد رأسمالي يدير فكر شيوعي؟ هل يقدر حد اشتراكي يمسك مش معترفين دول؟ مش معترفين بدول. أو يا جماعة انتوا بتتكلموا على ما هي الرياضة كده، هي مشاعر وانتماءات وقناعات، قناعات رياضية أو فكرية أو سياسية. هسألك سؤال مباشر نبسط الدنيا. أنت وأنت تدافع عن حق النادي الأهلي الغير قابل للجدال والبتاع، أصل المثل ده بيبقى واضح عند الناس إن هو نادي القرن. هل من الممكن في يوم ما قريب انك تبقى رئيس تحرير مجلة الزمالك وتقول الاهلي مش نادي القرن؟ اطلاقا. ده اللي بنقوله بقى.
انت قناعاتك قناعاتك سمعتك مهنتك مش بس ميولك انت اعلنت انت اعلنت قناعاتك انت واسامه خليل ومحمد صيام تاني وما زلتوا تديروا الامور في اتجاه كيف يسقط الاهلي. انتوا عندكم ساق الوحيد اللي اتفقتوا عليه برئاسه عمرو خفاجي وبيقول لي طب اجيب سيرتي لانه قالها لي انا شخصيا اذا لم نستطيع ان ننهض بزمالك سنسقط الاهلي. قالها لي في وشي وانا خدتها دعابه بعد سنين لقيتها بتتحقق فخفت منها. عندي سبب مش ما عنديش سبب وهو بيعاتبني. تقول له عمرو ما تتنصلش من اللي قلته. ما ينفعش تبقى مسؤول عن قناه الاهلي. ما ينفعش. فالكلام ده وانا على فكره اظل رغم انه مسؤول عننا في بس بعيد شويه. انا لا اهاب شيء. مش اهاب شيء ليه؟ لاني مش عايز حاجه من الدنيا غير ان انا اقول كيف احافظ على قناعاتي وادافع عنها اللي هي في صالح الاهلي. انت ما بتحبش الاهلي يا اخي ازاي تدافع عن النادي الاهلي؟ انت مش معترف بحقوق الاهلي. ازاي اجيبك تبقى المحامي بتاع الاهلي؟ الغلطة دي عملناها لما مازن مرزوق كان يتولى ان هو العضو المنتدب على القناة وهو اللي ماسك الملف بتاع المشكلة مع مسك. فكان من الطبيعي ان تخسر هذه القضية طبعا. ولما نبهناهم زعلوا مننا. ازاي تجيب زملكاوي دافع عن حقك وهو في مسك وعنده علاقة عمل مع الاي ار تي الطرف مش كده والسيدة حرم وهي الخصم الله من مسك ما حاجات تجننك. لما تقول الكلام ده الناس تزعل. لا تكرر الامر مرارا لقلته بنفس الوضوح وبنفس الوضوح. والكلمتين الجايين مش في الورق يعني المهندس عادل مش مكتوبين قدامه هيتفاجئ بيهم. الصديق العزيز محمد الشرقاوي في نفس الحلقه تقريبا اشار لمساله يمكن انا شفتها على اليوتيوب. اموت قبل ما اشوف او نفسي قبل ما اموت اشوف يوم المهندس عادل القيعي يعمل عملا متطوعا في الاهلي ولا اشوف فيك يوم يا عادلي. يعني ده التعبير تقريبا اللي انا شفته. وشفت الكلام انه ليه ازاي بيحب الاهلي وبيقبض منه او بيشتغل فيه محترف. الحقيقه صديقنا العزيز شادي عيسى رد عليه في نفس الحلقه بمنتهى المنطق برضه وانا حريص على مخاطبه المنطق. قال له هو انت ما بتحبش المصري اليوم؟ ما انت بتحب المصري لا وانت مش بتحب مهنتك؟ يعني فكره بقى انه ليه عادل القيعي مش متطوع. انا عايز اقول للشرقاوي ولكل الجيل ربما في نفس السن لانه كل هؤلاء الزملاء قبل ما يتولدوا ومؤكد ان هم اتولدوا بعد السبعينات بعد بدايه السبعينات كان المهندس عادل القيعي يعمل متطوعا في النادي الاهلي. يعني انتخب عضو مجلس اداره للنادي من 74 ل 78. اعتقد كل هذه الاجيال من 76 ل 80 او من 76 لا وقبل كده لما رحت سافرت كندا عشان طاهر الشيخ ما كنت ولما تطوع. عملت في هذه المساله وانتخب عضو مجلس اداره في النادي الاهلي وسكرتير لعدد من الالعاب تنس أيوه. الطاوله او كره وهاندبول طبعا وكلها بتطوع. اللي ورا ان المهندس عدلي يحترف العمل في النادي الاهلي كابتن صالح سليم عليه رحمه الله لانه في فبراير 92 المهندس عدلي نجح عضو مجلس اداره في قائمه الكابتن صالح في المجلس الانتقالي اللي استمر من فبراير 92 لنوفمبر 92 مع اخرين كانوا الاول مره يدخلوا وقتها المهندس ابراهيم المعلم والدكتور حسام بدراوي واللي هو سفير نور واللي هو فاروق رجب. ثم في نوفمبر 92 ترشح المهندس عدلي القيعي تاني ضمن قائمه الكابتن صالح وقتها لم يحالفه التوفيق اسقطوني عشان ابقى مدير النادي وتبين له بعد كده انه كابتن صالح مش الكابتن صالح زمايلي زمايلي اللي في ما تحمسوش في الانتخاب كانوا بيشيلوني من ليست عشان يجي مدير نادي ثم يختاروا الكابتن صالح باصرار شديد انه يجي مدير عام للنادي الاهلي في فتره اعتقد اللي كانوا متابعين الاهلي وقتها عارفين قد ايه كانت فتره ذهبيه ومضيئه. طب انا هقول لك شويه بقى كلام بس هو ده العمل التطوعي قبل ما احنا نتولد هريحه في الاخر بقى لما عرض عليا ان امسك مدير النادي الاهلي انا قلت كنت قبلها بشتغل مدير تسويق لواحده من كبرى شركات الموبيليا في مصر اسمها روستكو يعني دخلت هذا الطراز مصر
وبعدين رحت عامل مشاريع خاصة واشتريت أرض. كنت أكون والله العظيم رجل أعمال كبير جدا. اشتريت أرض من أوائل الناس اللي اشتروا أرض وخصص لي 40,000 متر في موقع مميز جدا كان بواجهة 350 متر على هضبة أم سيد على مستويين. وعملت الرسم الكنتوري ودخلتها المجمع العشرية وعملت الـ 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 القرية ومبانيها وماشي بإجراءات جادة جدا إلى أن طلبني الكابتن صالح مديرا للنادي الأهلي. وكان عندي شركة شريك يعني في شركة مقاولات كهرباء. لما بقيت مدير للنادي الأهلي تخرجت من شركة المقاولات اديت توكيل لمهندس بعني علشان يدير ملف القرية السياحية وراحت لأحد كبار المستثمرين العرب خد سحبوها مني المحافظ عبد الله المنعم سعيد وادها للراجل لأنه أهمل في هذا الملف. فأنا حب النادي الأهلي لم أتردد أن أنا أكون موجود وكنت سعيد أما ما توقفتش تماما قلت يمكن مش نصيبك أنك تبقى رجل أعمال ومش لايقة عليك. بس أنا عايز أقول له حاجة بقى عموما يعني اللي رد الغيبة في هذا اللقاء أحمد عويس قال إيه بقى لأنه تحدث عشان أنا عايز أعلق برضه تحدث الأخر. بجزء عما تستحقه من دور في إنجاح منظومة النادي الأهلي وتحقيق هذه الصفقات اللي عملت كل هذه البطولات. فدي مسائل استغرب لها جدا ان احنا نفضل نطالب بالادارات المحترفه. واعتقد الارشيف الرياضي يعج بالالاف من المقالات والمطالبات بحته انتهى زمن التطوع وارجوكم عايزين ادارات محترفه والفكر الحديث يتطلب ادارات محترفه. وفجاه نسمع هذه الرده في رده واضحه جدا يقول لك ايه اموت او نفسي قبل ما اموت اعيش اللحظه اللي فيها. احنا قلنا له انت كنت بعمل متطوع لكن كمان عايز اقول لك حاجه. انا في 6 شهور اشتغلتهم من غير ما اتقاضى ولا ملي 2014 لما مجلس الكابتن حسن حمدي اختارني متحدثا اعلاميا ورسميا وما تقضيتش فلوس لانه المجلس كان هيسلم بعد 3 شهور وما كانش من المناسب ان يتحدد لي راتب. وجه المجلس اللي بعديه كملت معاه شهرين او حاجه او 3 شهور تانيين ولم اتقاضى ملي مش نتيجه. وهذا لا يشني اللي انا عايز اقوله له بقى انا محترف طبعا محترف ليه؟ لأن أنا تراكم عندي خبرات رآها البعض أنها تستحق التفرغ فما بقاش لي عمل صفيت أعمالي وشركاتي والكلام وتفرغت اللي كنت وتفرغت للنادي الأهلي نتاج هذا العمل ترجم في حاجات ربنا أكرمني أن الناس شافتني أن أنا حققت فيها حاجة أسفر هذا الأمر عن إيه؟ تعالى يا عدلي بعد ما سبت الأهلي ورحت نادي الجزيرة اعمل لنا إدارة التسويق والاستثمار تكون نواه لشركة تضم نشاط النادي الأهلي. فلو لم أكن محترفا ما نجحت في أن أنا أعمل إدارة التسويق ما نجحت أن أنا أعمل الأهلي الإنتاج الإعلامي والتسويق ما نجحت أن أنت تروح مدير نادي الجزيرة مدير نادي بيترو سبورت خلينا في الأهلي اللي بيقولك ما نجحت ها ان انا اسير في اتجاه واساعد في عمل القناه. وهذا موضوع ودكتور علي الدين هلال حي يرزق ان انا طلبت مقابلته وبعد 3 شهور دعاني ورحت حكيت له ماذا يفعل الاهلي فقال لي عدلي هنعمل لجنه لمده اسبوع اصفرت على انه خد قرار ان يتعمل اداره للتسويق تدرب المؤسسات وقال لي تستنى معاهم لمده اسبوع تشوف تقول لهم الاهلي بيعمل ايه يعني كنوع من التدريب. وبعدين اصطحبني انا وثلاثة أربعة من هذه اللجنه نروح مجلس الشعب عشان نطوع القوانين ونستفيد ازاي نفعل نعمل قناه نعمل شركات وثمرت هذا كله اتعمل. اذا هذا عمل محترفين. وبعدين يا اخي هو انت بتقول الكلام ده عشان تقول عدلي وحش يا سيدي انا كخه شلني من دماغك انا وحش خالص مش انا القضيه يا شرقاوي انت قيمه يا باشمهندس لا انا كخ خلاص بس شغل نفسك بيا ليه انساني خالص يا حبيبي انساني انا وحش قوي انا على فكره انا اوحش مما تتصور يا محمد انت وزملائك بس بعيدوا عن النادي الاهلي مش انا القضيه. انا زي ما الكابتن ثابت بيقول لن يخلد احد كلها ايام الله اعلم قد ايه وكلنا هنخابر الرب الكريم كل واحد ارجو انه يكون مرتاح عن اللي عمله. انا هذا هو
انا بقى عندي مبدا يا استاذ ابراهيم، امشي عدل يحتار عدوك فيه، لكن اذا كان ربنا ادانا خبرات من حق استثمرها في الوقت اللي يعجبني. طبعا طبعا في الحلال ده عملك وفي الصح. انا رحت بيترو سبورت عشان ما اقعدش في البيت، ما بقدرش ما اشتغلش. ولما طلبني وحسيت ان انا لازم اسيب بيترو سبورت علشان اقف بجوار الخطيب، علشان النادي الاهلي، علشان بعد كده النادي محتاجني، الكلام ده من اول السنه ما كنتش عارف الكابتن خطيب مؤكد هينجح ولا لا، واعتذرت عن العقد وانا في في لحظه التجديد واتكتب العقد. احنا هنا في ملك وكتابه لما اخذنا الموقف واوضحنا موقفنا ما كانش ده مخاطره، كان يعني مخاطره احنا كنا. لكن في كل الاحوال انا سيدي عندي خبرات في ناس محتاجاها، اوعى تشغل دماغك بيا. طول ما حد محتاج خبرتي ومستعد انه يقيمني هقول له لا، مش هقول له لا. طيب ما دمنا بقى بنتكلم على الصفقات ونجاح المهندس عدلي في ابرام الكثير من الصفقات اللي حققت كتير من البطولات، حمد النجاز، حمد النجاز لاعب تونسي تعاقد معاه الزمالك في الفتره الاخيره، ظهير ايمن منتخب تونس، لعيب يوصف بانه جيد، لكن لما الراجل اتكلم على الاهلي والزمالك بدا بيتكلم في منطقه تانية خالص، ربما فيها الكثير من التقليل من حجم الاهلي وقيمته وشعبيته. نسمع الاول حمد النجاز. من قبل اني الحقيقه لعبت ضد الاهلي اكثر من الزمالك وكسبت الاهلي اكثر من كسبت الزمالك. وان شاء الله مع فريقي الجديد ان شاء الله الزمالك باش نكسبوا ان شاء الله الاهلي. انت جاي متسستم عشان تلبي جمهور الزمالك. لازم لازم لازم. اللقاء بتاع الاهلي والنجم الساحلي اللي كان هنا في مصر وكان فوز كبير وعريض للنادي الاهلي 6-2 على النجم الساحلي، بتفسر بعد مرور فتره هو على اللقاء ده، بتفسر اداء النجم في اللقاء ده ازاي دلوقتي؟ يعني شايف ايه السبب ان انتوا ظهرتوا بالشكل ده؟ والله ما الحقيقه ما كناش في نهارنا، اللعيبه الكل ما ادتش مقابله محترمه معناتها جيده، وكما تعرف حتى جماهير الاهلي ولا اللعيبه نتاع الاهلي ما همش مصدقين اللي هما كسبونا معناتها بالنتيجه هذيك، وان شاء الله بقدره ربي مازال مازالوا ماتشات، وان شاء الله علاش لا، معناتها كان فريق النجم ان شاء الله يلعب مره اخرى ضد الاهلي ولا فريق جديد ان شاء الله الزمالك نجم نكسبه ان شاء الله الاهلي بالنتيجه هذيك ان شاء الله. الاهلي عرض عليك ان انت تنضم لي؟ والله فيه في مكالمات لكن ما كانتش رسميه، لكن الحقيقه لما جاني عرض من عرض رسمي من الزمالك وكل شيء خيرت باش نمشي لفريق الزمالك. طب لو كان قدامك عرضين من الاهلي والزمالك كنت تختار ايه؟ الزمالك الحقيقه. طب انا مين؟ انا في طبيعتي ما نحبش الفرق معناتها في العاصمه، كما نقولوا نحن الريال مدريد ولا مانشستر ولا في اي معناتها بلد، ما نحبش اللي يبدا الفريق هو واخذ معناتها كما نقولوا نحن اكثر بطولات في اشمعنى غريبه دي مع ان اي حد يقول لك لا انا اروح للفريق اللي اكثر بطولات عشان يعني في بلاتفورم كويس في واقدر احقق معناتها كويس في مصر كما نحن في تونس معناتها النجم ولا الترجي معناتها يعني نخير النجم معناتها اكثر لي فريق وكل شيء، وفي الحقيقه في مصر معناتها نحب نلعب في الزمالك احسن من الاهلي الحقيقه. كيف ترى برشلونه والريال خسروا 6 معناتها عادي. اي فريق كبير ينجم يخسر وفي المواجهات معناتها نصور فريق النجم معناتها كسب الاهلي اكثر من هم كسبونا. الاول قبل ما اروح لك عشان انا عارف ان عندك كلام عايز تقوله، بس عايز اقول بس انا عايز اقول لابراهيم الاول، استاذ ابراهيم اخي الاصغر وانا بحب الراجل ده وعارف انه زملكاوي وهو بيقول لي انا عامل ايه. عبد الجواد ابراهيم عبد الجواد. لكن ما هو انت اصل السؤال ده متكرر للعيبه، طب لعيب بيلعب في نادي بتساله انت لو اتعرض عليك النادي هيقول لك لا انا يا ريت كنت لعبت في الاهلي. يعني متوقع الاجابه تكون ايه؟ ما هذا احراج للضيف. يعني انا ساعات بعذر الضيف او اللاعب اللي يقول لا انا عشقي يعني بلعب في الاهلي، لو اتعرض عليك الزمالك هيقول لك ايه؟ الزمالك نادي كبير وبحترمه بس لا الحقيقه انا طول عمري من عيله اهلاوي، هيقول ايه؟ وده لعيب يعني اجنبي، من الطبيعي جدا انه يقول لا انا افضل بس هو سبب
غريب شويه انه هو ضد الفرق اللي بتستحوذ على البطولات، فرق العاصمه، هو عايز يروح لفرق ما تكونش بتكسب بطولات كتير عشان يجيب لها هو بطولات، عشان هو يجيب لها بطولات، طموح. لكن يعني عايز اقول لك على حاجه، هو في الصعيد بيتقال لك يا عم النجاز ما تنجزش فيها فبطل تنجز فيها، ما تستعجلش مصيرك ووضعك. لا لا لا، لكن فكره انه اصل النجم الساحلي وانا بلعب معاه او ماتشاته مع النجم، النجم تفوق على الاهلي بكتير. لا، الاهلي والنجم لعبوا مع بعض 6 مرات، الاهلي فاز 2، النجم فاز 2، اتعادلوا مرتين، واخد بالك؟ الاهلي سجل في النجم 9 اهداف والنجم سجل في الاهلي 6 اهداف. دي لقاءات الاهلي مع النجم. لكن لو انت عايز ككابتن او نجم للمنتخب التونسي، عايز مره ما نتعادلوا فيها كسبنا فيها السوبر، تمام، يعني لو انت عايز تعرف حقيقة وقيمة الأهلي لدى الكرة التونسية فلا ينبئك قدر عصام الشوالي. نشوف. احنا من 2010 التوانسة لعبنا ضد الأهلي 19 ماتش بحناهم 3 مرات فضيحة، جاوا ربحوا الترجي 3 مرات في رادس، 2012 فينال، 2015 كاف، 2017 يطمع كالي يجي نحيا لك في الروتور. 19 ماتش بحناهم 3 مرات فيهم عامين بطولة واقفة، مخك يقف. بستات الأهلي رابح التوانسة 18 مرة، احنا رابحين 8 مرات. سايب الأهلي، الأهلي كمل معاها 10 فينالات هزوا 8. احنا الترجي وصل برشا، ميتو دو ريوسيت في الفينالات فضيحة. سور لو بلون مونتال فما شخصية المواطن، ما نخلوذش باش نفهمك، في شخصية المصري. مصر أم الدنيا ومصر أحسن دولة في العالم، صحيح ولا؟ منعكس على شخصيته، ما يكبر في عينه حد، باعتبار هو يرى روحه سوبريور، هو أعلى منك. دونك على 30 فينال في المسابقات الإفريقية المصاروة هزوا 23 تيتر. نسبة الإخفاق عندهم قليلة. في الشامبيونز ليج الزمالك 5-7، الأهلي 8-10. اللي طايح لهم شوية الكوتا هو الإسماعيلي، خسر مرتين وغزل المحل. كاليبر آخر. الصحاح نتاعهم 17 فينال هزوا 13. إيش تحكي خويا؟ نكون واقعيين، لازم ننظروا للمرايه باش نشوفوا. انا توا نعطي فيك في ارقام، نعطي فيك في ارقام، شنو احنا والاسماء والفرقنا ونغولوا فيها ونوحشوا فيها ونكبروا فيها ونصيدوا فيها ونصدروا فيها. اما الاهلي شي يقول يا صاحبي؟ 20 لقب بافريقيا. ما هو اصله كلام الشوالي واضح وحاسم، والمقارنة بعيدة كل البعد بين الأندية التونسية، لكن كلام أيضا النقاز هو برره. أنا ما بحبش الفريق اللي بيكسب بطولة، خلاص هتقول له إيه؟ مكسور الخاطر. لا مكسور، مش الجناح. أنا لا مش عايز أقول لك، خلاص أنت في الزمالك من حقك تبرر وجودك في الزمالك وإنك بتحب بالزبط الزمالك، عايز واخلص لعملك وركز فيه. ما أنا يعني حاجة ما تزعلناش بصراحة، يعني إنما لا تقلل من إنجازات الأهلي أو تحط تصوره في صورة الوحش، إذا كان هو وحش بملعبه بس. طيب، منذ قليل أصدر النادي الأهلي بيانا لتوضيح أمر مهم، بيقول: نفى النادي الأهلي نفيا قاطعا صحة ما تم نشره ببعض المواقع الصحفية مؤخرا والخاص بحصول أو بوصول النادي إفادة من مجلس الوزراء تقضي بالموافقة على منح النادي قطعة أرض تخصص لبناء المدينة الرياضية بالمجان، خاصة أن النادي الأهلي لا يتفاوض مع الحكومة للحصول على أرض جديدة، وإنما هو مشروع استثماري مزمع إنشاؤه بالشراكة بين مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين، ويخضع للضوابط الحاكمة الخاصة بالتصرف في أراضي الدولة وقوانينها في هذا الشأن. وبيقول البيان الصادر عن النادي: وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي أن هذه الأكاذيب تندرج تحت الحملة التي لوحظ تصاعدها مؤخرا ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته، ولا نعرف لها سببا إلا نجاح المجلس الحالي في العديد من الملفات التي أحدثت استقرارا إداريا وماليا ورياضيا، وتستكمل قريبا بإطلاق مشروع طموح لتطوير مقر النادي وفروعه المختلف.
وأهاب فؤاد بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص النادي الأهلي الذي تمثل جماهيره السواد الأعظم من الشعب المصري اتساقا مع قواعد العمل الصحفي وميثاق الشرف وضمانة لعدم إثارة البلبلة. شوف دي إثارة بلبلة مقصودة لتعطيل هذا الأمر خلاص؟ مقصود وكويس ان الاستاذ شريف فؤاد اصدر هذا البيان ووضح له الراي العام لان هو المعني به ان يقول هذا موقف النادي الاهلي مفيش حاجه بالمجان ده مشروع هتفضلوا تدوروا لنا مره السعواده ومره الحوكمه ومره المجاني وشمعنا وازاي مستثمرين الى ان يصدر الموقف الرسمي قريبا باذن الله في هذا الامر ستظل هذه المحاولات الخائبه مستمرة ولكن بإذن الله الأهلي ينجو منها جميعا ويفعل لمستقبله ما يتمناه. الأهلي في الوطن العربي نجاحاته الاستثمارية قيمته الإقبال عليه أهمية وتأثير وجوده في كل مكان أعتقد مهمة جدا. بس على السريع تعليقا لهذا البيان الصادر سريعا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك والاستاذ المهندس عادل القيعي، مساء الخيرات. اهلا بيك يا استاذ شريف، قل لي سريعا لماذا اضطر الاهلي لاصدار هذا البيان؟ الحقيقه انه من الواضح انه في حمله ممنهجه استاذ ابراهيم بتستهدف تشويه كل ما يقوم به مجلس اداره النادي الاهلي من نجاحات واختراق للعديد من الملفات. أنا في تقديري أنه هذا الموضوع المستهدف في إثارة الرأي العام بيندرج تحت هذه الحملة. الحقيقة أنه لا جمهور النادي الأهلي ولا حال السلم المجتمعي في البلد يعني يتحمل مثل هذه الترهات من صحفيين صغار يعني ينشر خبر دون أن يتحقق منه ثم يبني بعض كتاب المقالات أو الأعمدة على هذه الأخبار أيضا دون أن يتحققوا، وبالتالي هذا الأمر يضع النادي وحتى الحكومة المصرية في وضع تساؤلات، يعني كيف يمكن، وهو المقصود يا أستاذ شريف بالضبط كده. الأمر بيستهدف إحداث وقيعة على شك أو إرهاب الحكومة المصرية على متخذ القرار. طيب إذن جملة واحدة، الأهلي لم يحصل على أرضه لبناء المدينة الرياضية بالمجان من الدولة، لكن ده مشروع استثماري يتفاوض حوله المستثمرون بالضبط مع الحكومة وفي ضوابط بتحكم كويس الدولة زي ما حضرتك عارف. أوكي. في النهاية لما المستثمرين يصلوا إلى اتفاق مع الدولة ويبدأ التنفيذ، تمام، النادي الأهلي هنا اسمه هو اللي يكون على الاستاد وبتقول ملكيته ليه، المستثمرين هيدفعوا كل حاجة. كويس. هل وصل الأهلي الجملة دي مهمة جدا والنبي يا أستاذ إبراهيم. عندما يصل الأمر إلى الانتهاء من المشروع واسترداد القيم المدفوعة الأهلي هو له الأغلبية والاستاد ملكه وباسمه. طبعا يا باشمهندس يعني انا جمله بسيطه يس اور نو ليه؟ اصل دي الحسم، دي اللي انا بالنسبه لي لازم تبقى واضحه، لان التشكيك المستمر والسعوده والبيع والاهلي له كفيل، هذه المحاولات الصغيره جدا هذا الموقف بيلغيها. صحيح. الارض وما عليها من منشآت ستؤول كامله الى ملكيه اعضاء النادي الاهلي او الى هذه المؤسسه الاعتباريه بمجرد انتهاء سنوات التي ستديرها بالبي او تي. تمام بالظبط كده، 15 سنه 20 سنه 25 هل معروف النظام الاقتصادي واللي هل هناك جديد في التفاوض على تحديد المكان والاعلان عن التفاصيل قريبا؟ الاهلي لا يتفاوض الحقيقه على تحديد المكان استاذ ابراهيم، من يقوم بالتفاوض مع الحكومه على المكان هم المستثمرين، والحكومة حريصة كمان على توفير قطعة أرض متميزة لأن هي مستفيدة من هذا الاستثمار المباشر لأسباب تتعلق بالتنمية في المنطقة. بالضبط يا فندم، وأنت حضرتك عارف توجه الحكومة المصرية، السيد الرئيس شخصيا بيدعم مثل هذا النوع من المشروعات إزاي. ما هو خلي بالك في ناس حتى زعلانة إن السيد الرئيس بيدعم الاستثمار وعايزة تعرقله. الطيارات كثيرة والأغراض متشعبة كلها تصب، كيف نوقف الأهلي وكيف نوقف مسيرة التنمية في مصر؟ وهيهات هيهات هيهات. هؤلاء لا يريدون الخير للوطن يا باشمهندس. صحيح. بنقول لهم مهما حاولتم فلن تستطيعوا إيقاف عجلة التنمية إن شاء الله ومسيرة الوطن. كان نابليون كسر أبو الهول.
شكرا جزيلا استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. كنت بقول لحضراتكم قبل مداخله الاستاذ شريف، هي دي صوره الاهلي وقيمته وشعبيته، اللي لما بيتواجد في مكان بيكون محل اهتمام وتقدير وترحيب. نجاح مهرجان الكابتن فؤاد انور النجم السعودي المونديالي بسبب زياره النادي الاهلي، كيف راها فؤاد انور نفسه وهو يتحدث لقناه العربيه مش لقناه الاهلي، يعني ما عندوش مبرر للمجامله. نشوف فؤاد انور لقناه العربيه عن اهميه حضور الاهلي مهرجان تكريمه. فؤاد، كان المقرر انك تلعب مع يوفنتوس على الملعب الجوهره في جده، وبعدين تغير كل هذا، اصبح الاهلي المصري وعلى ملعب الامير فيصل بن فهد في الرياض. كيف تغير هالشيء؟ والله اول شيء انا اشكر معالي الشيخ تركي آل الشيخ حقيقه، اللي فاجأني يوم من الايام وناداني الظهر في بيته، ودخلت عنده في البيت فالتفت عليه قال انا ناوي اني اسوي لك حفل اعتزال. فحقيقة فرحت، يعني بعد السنين هذه كلها 18 سنة تقريبا من عام 2002 أنا اعتزلت، والرجل أعطاني الحرية، يعني قال لي شوف الفريق اللي تبغاه وشوف الملعب اللي تبغاه وأي شيء أنت تبغاه أنا مستعد بإذن الله أن نطلع بحفل يليق بما قدمته للوطن. واخترت جوفنتوس وملعب الجوهرة واتفقنا على هذا الموضوع، وثم بعد فترة أنا اللي طلبت أني أقابله، وبعد سفر هو وبعد القرارات والاجتماعات اللي كانت حقيقة في الهيئة، وتقابلت أنا وياه في حفل تدشين التمايم حقة الأندية. نعم. وركبت معه في السيارة وبلغته في شيء كان في خاطري، واتفق هو معي تماما، ولكن الموضوع اللي اتفقنا فيه والموضوع ان غيرنا من جوفنتوس الى نادي الاهلي انا اللي اخترته. حلو. ولكن الموضوع ما اقدر اقوله انا كله لان هذا شيء بيني وبين معالي الوزير، يقدر هو يصرح فيه ويقدر هو يقوله، ولكن اللي صار بيننا اهم شيء يعني الاعتزال يقوم، وانا اشوف ان نادي الاهلي المصري هو نادي القرن، وايضا له محبين في المملكه العربيه السعوديه، وايضا جاليه المصريه بكثافه. صحيح. موجوده في الرياض، وايضا النادي اللي له حقيقه بطولات كثيره، ويتشرف حقيقه فؤاد انور او غير فؤاد انور ان هذا الفريق العريق انه يلعب معه في اعتزاله. طيب، ده كلام الكابتن فؤاد انور النجم المحتفى بتكريمه بعد 18 سنه او 16 سنه من اعتزاله. لكن كمان الكابتن والمحلل السعودي خالد الشنيف، كيف راى اختيار الاهلي بدلا من اليوفنتوس؟ شوفوا بقى، علشان الناس اللي بتتكلم على الاهلي وحجم شعبيه الاهلي وسر الحفاوه بالاهلي، يشوفوا الاشقاء العرب ايه شعورهم باستضافه الاهلي عندهم، والمقارنات بين مين ومين بالظبط. نشوف خالد الشنيف. أول مباراة هذا الموسم يمتلئ ملعب الملز، ممكن تشوفه وليد من فترة طويلة جدا لم يمتلئ هذا الملعب بهذا الشكل من فترة طويلة. طبعا مش في مشكلة، يعني ملاعب مدينة الرياض لم تشهد غياب، يعني عدد الحضور 60% من الملعب 70%، عكس جدة. طبعا جدة لا بيحصل فل. هي تكلم على ملعب بالتحديد الشباب، عامة الملز للملز هذا اخر مباراة انت اللي فاهم، مباراة احنا الهلال والنصر 2006 2007. اي قلت لك من فترة طويلة، فل او من فترة طويلة جدا. انا قاعد اشاهد الجماهير، يعني 10 سنوات ما امتلأ الملعب. شوف 10 سنوات ل 12 سنة انت الجماهير تحت في ما فيك مقاعد، شايفوا حاجة جالسين تحت لأول مرة. لذلك ضربة معلم ها جلب الاهلي المصري، حتى لو يقول لك يجي الاهلي المصري بالصف الثاني ولا يجي اليوفي بالصف الاول. يا اخي هقول كلام صعب، يعني انا بسمع الكلام ده عزيز ابراهيم وتختلج الوشائج الله بالسعاده. جسم الواحد مش عايز اقول بيقشعر يعني، ويرى قيمه الاهلي في اعين الناس كده، وبعدين يقارن بما يلقاه الاهلي
من محاولة بائسة زي ما نابليون حب يكسر يضرب أبو الهول ولم ينجح. فتعالوا برضو نشوف خالد قاضي يتحدث لقناة القناة الرياضية السعودية. قائلا حضرت مباراة مع الأهلي السعودي في اعتزال شوبير، كان الله يرحمه الأمير محمد عبد الله كان رئيس النادي محمد الفيصل، وكان جنبه صالح سليم، وأنا كنت جالس وراهم في المقصور. ملعب مرعب أستاذ القاهرة، هذا تحس الملعب يا جماعة. فمن القصص الأهلي المصري أخذين الموضوع من جد، وكور في الأرض وكور في القائم، وسجلوا الأول والثاني والثالث حتى القهوي بعد الرابع. فالأمير محمد طالع التفت لصالح سليم قال له يا أخي مباراة ودية، ترى خفوا علينا شوية، احنا جايين نشارككم، ترى انتم يعني أخذين الموضوع من جد. أعتقد المباراة انتهت 4-1 وكذا. حتى روح الدعابة الموجودة في بين المصريين والسعوديين دائما كذا الروح الحلوة بينهم. ايش قالوا في المنصة؟ ايش قالوا في المنصة؟ أنا عجبتني أغنية ايش قال الأمير الله يرحمه؟ ايش قال من الأغاني اللي ما فهمت يا اخوي، انا اسال سؤال، اقول لك ايش قال الامير محمد لسليم بعد الهدف الرابع؟ طالع صالح سليم قال له يا كابتن صالح ما صارت مباراه وديه هذه، خفوا علينا شويه يعني، خلاص كفايه يعني. كانت مداعبه جميله يعني، وكانت هم كانوا متحمسين. في علاقه وثيقه بين الاهلي المصري والاهلي السعودي، يقال انه الاهلي السعودي اخذ اسمه تيمنا من الاهلي المصري. طيب دي مشاعر الأشقاء العرب، سواء الشنيف أو خالد القاضي أو حتى كل اللي في الاستوديو، شفت مشاعرهم تجاه الأهلي وحفاوتهم بالأهلي وسعادتهم بهذا الاستاد، استاد الأمير فيصل بن فهد باين في الرياض، الجوهرة ازاي هو ممتلئ عن آخره، وقالوا إن ده ما حصلش في تاريخ الملعب داخليا بقى. لا انت بتكلم على الاستاد ده؟ داخليا لا، الجوهرة ملعب جدة، لكنه هذا الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. داخليا بقى لما نلاقي لاعب الإسماعيلي بقى محمد اليماني، هو كان واحد من النجوم المتألقين بشكل بمناسبة اليوفنتوس، هذا اللاعب مع منتخب الشباب في كأس العالم مع كابتن شوقي غريب كان مرشح انه يروح اليوفنتوس، واهتم اليوفنتوس بيه حادثة مشؤومة، لولا انه حادثة مشؤومة حصلت له على طريق الإسماعيلية، والراجل تأثر بيها كتير الحقيقة بعد كده. فقدت الكرة المصرية عنصر كان فعلا مرشح لليوفنتوس، كان الأبرز في منتخب مصر في المونديال وقتها. اليماني نشوفه لإذاعة أو يتحدث للإذاعة، إذاعة الشباب والرياضة، كيف اكتشف انه الأهلي كان أحسن له. محمد اليماني نجم مصر، ويعني كنت عايز تلعب اهلي او زمالك؟ انا اسماعيلاوي طبعا يا كابتن، انت عارف، وطالع من صغري طبعا انت فاهم في الاسماعيليه بيخليك انت اسماعيلاوي انتمائي وبتاع، يعني كان اقرب حاجه ليا بعد الاسماعيلي الزمالك بصراحه، بس لما كبرت بصراحه وعرفت الدنيا صح بصراحه كنت اتمنى العب في الاهلي. شفت يا اسامه؟ عشان ما اكدبش كده؟ سكت دلوقتي؟ عشان ما اكدبش عمال يشاور لك يقول لك قول الزمالكاوي. انا لعبت في الزمالك، رحت الزمالك بس ما خدش فرصتي، حتى ما يعني جه قلب التأييد قبل ما نلعب بيوم، قبل الدوري قبل ما انتهى القيد، كابتن ابراهيم الله يرحمه وكابتن ابراهيم يوسف اتصل بيا وقال لي عايزين نقلل العقد وكده، قلت له لا يا كابتن مش هينفع الكلام ده، بس فما تأيدتش ورحت سبت النادي ورحت الاسماعيلي، قضيت فيه فتره وبعد كده طلعت على طيب. يعني اليماني بيقول لك لما كبرت بصراحه وشفت الامور شفت لا كان لازم الاهلي يكون وكان هيبقى افضل ليا، وده اي لاعب عايز مصلحته بيرى هذا الامر. لا مش في المقارنه، عندما تتعلق الامور بمسائل يعني الثوابت الاحترافيه. ايوه طيب، في الثوابت الاحترافيه فقرتنا الاخيره والتي نتمنى ان يمتد الوقت عشان نوفيها حقها الكامل من الفيديوهات المهمه، رضا وبشير، مش رضا والجون بقى، ده رضا والغندور، ما هوش ترقيص، لكن هي جولة بين فيديوهات بينها وبين بعض علاقة واضحة وخيط واضح. البداية الكابتن ضياء السيد، لاعب النادي الأهلي، مدرب النادي الأهلي، ابن النادي الأهلي، لكن له رأي انه صفقات يناير في الأهلي ما كانتش قد كده،
وانه شايف ان صفقات الاهلي التي احتفى بها الكثيرون صفقات ايه؟ نسمعه. قال كلام مهم. لا قال كلام مهم. انا بعترف وبقول النادي الاهلي جاب صفقات الشتاء لا يحتاجها. الغرض من صفقات يناير سد احتياجات التيم العاجله اللي هو شافها عنده نقص فيها خلال الدور الاولاني. في كل حته في العالم صفقه يناير بتيجي عشان تسد عجز عندي الا اذا موجود، فبجيب واحد معين للمركز المعين اللي انا محتاجه. ده نادي زي المقاولين والمنقاش. ده الغرض ده الغرض من صفقات يناير. ما هو في انديه بقى، خلينا كان بقى زي النادي الاهلي والمفروض الزمالك لما يبقى في حالته اللي بينافس على بطوله بيبقى عارف ان هو ممكن يبقى عنده عجز في المهاجمين فبيزود عدد المهاجمين عشان يبقى عنده بديل. انا بقول ايه؟ بجيب صفقات عاجله طبعًا. علشان اسد العجز عندي، بتغلب كتير، مهدد بالهبوط، عايز ادخل مربع، عايز اخد البطولة الدوري، مش هي دي الحاجات اللي صح موجوده الاحتمالات كلها هي دي. فبجيب عندي نقص شديد. النادي الاهلي محتاج ايه؟ محتاج مساك او ما جابش، يبقى النادي الاهلي لم يغطي احتياجاته في صفقات يناير. جاب مين؟ جاب صلاح محسن، جاب محمد شريف. ايوه صفقات اعلاميه تمام، يستحقوا، لعيبه كويسه. جاب محمد فخري ومحمود، بس جابها عليهم صراع من الزمالك. صلاح هيفيد في المستقبل، شريف هيفيد في المستقبل، والاثنين التانيين لكن مش صفقات يناير. صفقات يناير الاهلي عايز مساك، مش صفقات الموسم بقى يعني. عايز صفقات الموسم ده. عايز مساك ضروري كان في يناير، فاذا لم يوفق او فشل في انه يغطي النقص اللي عنده في يناير. راي يحترم عليه لكني بختلف معاه تماما. صفقات يناير مش بضروره تكون عندك نقص عشان تجيب صفقات. ممكن تجيب صفقات في يناير تخشى لما خدتهاش في يناير حد غيرك ياخدها، صح ولا غلط؟ طبعا. يعني صلاح محسن كان هيستناك لاخر السنه؟ كانش هيستناك. صفقه مستقبليه، سنه صغير. سنه صغير تحت السن. لكن ما جبناش مساك، لا جبنا مساك بس الحسابات مستقبليه، لان انا مشكلتي مش ما عنديش مساكين، انا عندي كل المساكين بتوعي لعبوا منتخب مصر، وعندي اتنين دخلتهم نجحوا في هذا الامر، ومفيش حد افضل منهم بره، وعندي سيرفيك صاعد، مفيش حد افضل منهم بره، فجبنا صفقه صغيره في السن لحسابات المستقبل اللي هو الجزار. على فكره النهارده كنت بسال يلقى الاشاده الكامله من الجهاز الفني، كابتن حسام مبسوط منه جدا كويس. فاذا صفقات يناير فلسفتها مش بالضروره كابتن ضياء، انا ما عندك صبر. انا ما استريحش ان المهندس عدل الخيعي يدافع عن شغله. ده مش شغلي. لا هتدافع عن شغلك وهتجامل نفسك. هل احمد حسام ميدو ممكن يجامل عدل الخيعي وصفقات الاهلي؟ يعني ولا المهندس عدل هيجامل شغله وهيجامل مسؤول النادي الاهلي؟ طب ما نشوف احمد حسام ميدو في صفقات الاهلي هيجامل ولا لا. انتقالات النادي الاهلي الشتويه رايك؟ انا في رايي ان اداره الاهلي اتعاملت بذكاء كبير جدا. محمد شريف تالي لعيبه كان بيلعب معاك. صحيح، اتكلم على محمد طبعا. لكن عايز اتكلم على سياسه الاهلي والذكاء في التعامل مع الماركت الشتوي بذكاء كبير جدا. النادي الاهلي اخرج 3 لاعبين لا يشاركوا بشكل مستمر مع الفريق للاعاره، حسين السيد وصالح جمعه وعمر بركات، ودي فرصه ان هم يشاركوا بصفه اساسيه ويرجعوا للنادي الاهلي، واخرجهم 18 شهر اعاره مش 6 شهور فقط، واستفاد من الفلوس دي في ان هو قدر يتعاقد مع 2 لعيبه في رايي من اكتر اللعيبه المميزه في مصر صغار السن، صلاح محسن ومحمد شريف، وفي رايي ان هم هيكونوا اضافه كبيره جدا في المستقبل للنادي الاهلي. فكان في ذكاء كبير جدا في التعامل مع الماركت الشتوي بذكاء كبير وخبرات كبيره. شهاده ميدو واضحه جدا. طب كمان الكابتن بشير التابعي. بس انت بس بسرعه كده، اصل انا كنت هكمل
احيانا بتجيب صفقات عشان تطلع اعراض تستفيد منها. يعني احنا دورنا العمليه في فلوس دون ان يهتز اداء الاهلي. فما يعني في حاجات في الاستراتيجيات الكابتن ضياء يمكن عشان بعيد عننا شويه مش عايز تفاصيلها يعني. طيب نشوف كمان بشير التابعي نجم دفاع الزمالك لفترات طويله كيف يرى هو الاخر صفقات الاهلي متحدثا في دي ام سي. النهارده النقاص ده ما يعني اوتوماتيك كده ده لعيب منتخب مظبوط صح عنده خبرات كبيره بس لعيب منتخب بس هو يعني مع احترامي النادي الاهلي لما بيجي يجيب لعيبه بيعمل كده بيجيب لعيبه تقيله لعيبه اسامي حتى لو بيدفع زياده شويه مثلا بيجيب له خمس ست لعيبه ممكن واحد يبوظ او واحد مش تمام او اثنين الاربعه التانيين بيفيدوا اجاي مثلا شوف اجاي بيعمل ايه دلوقتي اجاي ده اتكلم الناس ايفونا الناس اتكلمت على الصفقتين دول ان صفقتين مضروبين وفلوس كتير والكلام ده كله لا ده اجاي بيعمل حاجات غريبه في الملعب اعلى من مستوى الدوري المصري لا هو كمان اخر فتره دي بسم الله ما شاء الله حاجه رهيبه اهو هو كده عبد الله السعيد لما راح النادي الاهلي الاسماعيلي ده عبد الله السعيد بيعمل ايه عبد الله السعيد تحس ان عبد الله السعيد ده ابن النادي الاهلي صحيح والترمومتر النادي الاهلي ده مش موجود في نادي الزمالك انا بشتري وخلاص بشتري وخلاص كده الناس اللي بتشوف الامور بموضوعيه بتقدر تحلل والحمد لله يعني انا انتقد المكان اللي نتيجه سياسته يبقى فيها فشل لكن عندما تكون السياسات احنا في عز خلافنا الفلسفي مع المجلس السابق كنا بنشيد بالصفقات اللي جابها وكنا بنقول اصبروا على ده واصبروا على ده وده هيتالق وكنا بندافع عن ازاره وكنا المساله مصلحه النادي الاهلي يا جماعه مش معقوله ان احنا يبقى المنافس شايف ميزات الاهلي واحنا واولادنا يجوا ما علينا لكن ايضا بشير التابع تاني وانت بتلعب في نادي الزمالك كنت بتحس بما يسمى التفوق النفسي للعيبه الاهلي او الفريق الاهلي على الزمالك طبعا النادي الاهلي طول عمره يعني الناس بتسال الكلام ده اعلاميا يعني جامدين جدا الاعلام دايما بحس ان هو في ظهرهم الاعلام اخطاء مش بيشوفها دايما بيتصيدولنا احنا بيخلقوا لنا مشاكل وهميه بيتدخلوا في كل حاجه عندنا هناك ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني فده كان بيركبهم علينا يعني احنا لما كنا بنكسب النادي الاهلي واحنا موجودين في فتره كنت موجود فيها يعني بعتبر ان المكسب ده كان بيبقى حرب لان يعني ما بصدقش ان احنا كسبنا غير لما خلاص بدخل اوضه اللبس واخد شنطتي واروح البيت واشوف الماتش تاني او خلاص تعتمد النتيجه فعلا يعني بس مش شايف ان برضو ده في نوع من انواع التقليل يعني لمجهودات كبيره جدا يعني مفيش نادي هيقعد يكسب الفتره دي كلها وهيحقق البطولات دي كلها على مستوى على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا عشان مسانده اعلاميه فقط يعني. بص النادي الاهلي عنده سيستم مثلا من ايام كابتن صالح سليم الله يرحمه او قبليه. النادي الاهلي مثلا ما بنسمعش يعني حد اهلاوي يتفرج عليك يقول لك طب يا عم ده لو افترضنا ان كلامك مظبوط تمام؟ ده بيحصل في مصر طب في افريقيا بنكسب ازاي؟ لا ده سؤال صعب بتاع افريقيا ده في افريقيا ما احنا بنكسب برضه في افريقيا. ايوه ماشي لا احنا بنكسب يعني قصدي يعني في الاول وفي الاخر ان ما ينفعش تختزل تاريخ كبير جدا لا انا مش بختزل فكره مسانده اعلاميه لا مش بختزل المسانده الاعلاميه ده جزء من التفوق مش هي الخليج لا جزء وعامل مساعد يعني طب ما احنا الفتره اللي كنا فيها الجيل بتاعنا ما احنا خدنا افريقيا وخدنا دوري وخدنا كاس مصر وخدنا مش عارف السوبر الافريقي والسوبر العربي وخدنا بطوله النادي الاهلي ما خدهاش ولا في نادي في مصر خد اللي هو السوبر السعودي كنا راكبين لان بص كان في ثقافه وفي ناس كبار طيب هو بشير الراجل بيتكلم عن دور الاعلام وانه شايف ان الاله الاعلاميه الاهلاويه حاده جدا وده على فكره ترويج مش دقيق لانه بالشكل العام لا الامر مش كده خالص لكن ربما لانه الاهلي عنده نظام حتى هو بشير قال لما كنا بنلعب الاهلي ما كناش بنصدق ان احنا كسبنا الاهلي الا لما نروح ونشوف الاعاده ونبدا نريح في البيت ونصدق ان احنا كسبنا الاهلي هو ده الاهلي اللي علشانه لما جه اختار بقى لابنه اختار ايه؟ بشير التابع لما اختار لاولاده اختار لهم ان هم يكونوا في وضع احسن من وضعه. نشوف.
كيف بقى ابن بشير التابع اللي بيلعب في الاهلي وناس حتى احمد كامل بعت بيقول لك ان ابنك بيلعب في الاهلي وطلع شتم جمهور نادي الزمالك وانت كنت واقف جنبه وما علقتش وبتاع ايه صح الكلام ده؟ حاجه الناس اللي بتتكلم دي مش متجوزه وما عندهاش ولاد ومش مخلفه لما هو الراجل ده يبقى متجوز ومخلف وعنده ولد كده يجي يقول لي هيتعامل معايا ازاي وحاجه زي كده وبعدين ابني اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي ومصراوي دي حاجه بتاعته هو انا عمر ما هقول له يعني بالعافيه وبالقوه انا حاولت معاه لا ميونه الناحيه الثانيه خلاص براحتك انا بتكلم عن نفسي انا يعني انا راجل زملكاوي ابا عن جدا امي اخواتي عيلتي كلها زملكاوي بحب نادي الزمالك جدا جدا مش عشان عيلتي في نادي الزمالك لا قبل نادي الزمالك احنا زملكاويه كون ان ابني يطلع اهلاوي دي حاجه ترجع له شايف مثلا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بياخد بطولات لعيبه النادي الاهلي متبروزه كويس ما عندهمش مشاكل بيعملوا اعلانات كتير فالاطفال الصغيرين دول بيروحوا لحاجه زي كده مش عارفين حاجه يمكن بعد ما يكبر شويه ويبدا يستوعب ويعرف يعني ايه ابوه كان بيلعب في نادي الزمالك وحاجات زي كده يمكن يغير لكن انا عمري ما هرغمه على حاجه ازاي اقول له لا يعني بالعافيه خليك زملكاوي بالعافيه مفيش حاجه اسمها كده بس يعني جديده علينا ان انت تلاقي مثلا لعيب في نادي الزمالك ابنه يلعب في الاهلي او لعيب في الاهلي ابنه يلعب في الزمالك برده مش متعود يعني ما شفناش قبل كده عشان كده الجمهور برضه بيبقى مبقاش متعامل مع الموضوع بشكل سهل او سلس الثقافه بتاع اخر 10 سنين غير الثقافه بتاع زمان كان في حاجات زمان يعني انت حضرتك مخلف ولا مش مخلف لا الاول مخلف طيب شوف انت ايه ابنك ده انت بتحبه قد ايه لو طلب منك ايه هتعمله له انا يعني دي حاجه رغبه شخصيه عنده مش هقدر مش مستحاله لا يمكن طب ايه الغلط في كده طب انت شايفه هيبقى لعيب جامد يعني مستواه وبتتابعه والمدربين بتوعه بيقولوا عليه ان هو لعيب جامد ويقدر يفيد ان شاء الله ان شاء الله صغير ان شاء الله صغير هم اللي رضا يا رضا رضا يا رضا انا يا رضا يعني كابتن رضا عبد العال بيفاجئ الناس لانه هو الحقيقه كاركتر شوف هو وهو لعيب كان مرقص الدنيا كلها صحيح. وهو بيطلع دلوقتي ضيف بيرقص الدنيا كلها صحيح. عامل حاله لوحده وارائه يا تكون صادمه يا تكون تفتح لك نقط انت مش باصص لها ولك هتشوف بعدين فأنا من الناس اللي بحرص ان انا اتابعهم وعايز انكم تتابعوا معايا رضا الاهلي يغرد منفردا نشوفه في قناة النهار تعالى ايه رأيك ندخل في الدوري المحلي نخش في الدوري كابتن رضا تقييمك ايه للموسم ودلوقتي الاهلي ابتعد في الصدارة والزمالك عمال بيحاول ان هو حتى يعني يقرب بس مش شايفين ان هو حتى في المركز الثاني فايه اللي حاصل وايه مشكله الزمالك نقول الاهلي خلاص كده يعني لوحده خلاص ضمن بطوله الدوري لان كسب الثلاثه الكبار الزمالك الاسماعيلي المصري اللي هم بينافسوه وسموحه كمان لو جاي من ورا واخد بال حضرتك فهو كسب الفرق دي وكسب المقصه طب يعني لما يكسب الفرق اللي هي بتنافسه يبقى خلاص خد دوري يبقى خلاص النادي الاهلي بيغرد لوحده وخد البطوله ومبروك عليه البطوله هو ومجلس ادارته وجماهيره وجهازه الفني واللعيبه خدها بدري قوي بدليل ان هو لو كان في قلق في الدوري ما كانش هيخلي مؤمن زكريا يحترف ولا الشيخ ولا الناس اللي هي طلعت راحت السعوديه دي بس هو خلاص ضمن البطوله طب انا استفاد بقى بفلوس واللعيبه تستفاد بفلوس وبعد كده ان شاء الله هم كده كده في اخر الموسم راجعين. فنسيبنا بقى من النادي الاهلي. وكمان رضا عبد العال ما بيعجبوش العجب حتى بالنسبه للمدربين لما تسمعوا في اي لقاء لا هو حد ده وصل بيه الامر يقول كلنا هجصين ايوه قال لك يا عم سيبك انت احنا كلنا هجصين انتوا فاكرين ان دول المدربين بجد؟ طب هل شايف حسام البدري بعد نجاحه كده؟ نشوف. هو انت ربنا بيكرمك ليه؟ لما تكون النيه صافيه. هو حسام البدري دلوقتي مش كله كان بيحاربه وانا اول واحد كنت بحاربه؟ لان هو الراجل بس انا عايز يكسب، انا عايز برضه يكسب ويعمل اداء. يدي فرصه للناس اللي ما بتلعبش عشان يزودوا له، هو انا همسك مكانه؟ بس انا كنت بنتقده ان انت كسبت. خلي الاداء يحلو بقى بس النهارده على مين لا ما ده هو بقاله فتره ده هو بص انا بكلمك بمنتهى الامانه يمكن من بدايه ماتش الرجاء وانا بصراحه يعني نضج بقى كوتش يعني كان الاول مدرب اللي هو ايه عايز الثلاث نقاط وخلاص لا دلوقتي نضج تغييراته
تحس ان فيها شيء من الوعي التكتيكي من الكرييتيف يعني كرييتيف يعني مبدع واخد بالك مبدع يعني وبقى يجازف بقى قلبه ميت لان عنده لعيبه مساعداه طب وانا ليه العب باثنين ديفندرات ما انا العب بديفندر واحد ازود الكثافه العدديه وده اللي بيحصل يعني انت لو من اول ماتش الرجاء لغايه النهارده تعال بص في ال 18 بيبقى فيه كام لعيب ده اللي بيفتقده نادي الزمالك واخد بتلاقي على ال 18 سيبك بقى من حتى اللي في ال 18 بتلاقي في شبكه على ال 18 اولا لو كره اتردت الثانيه دي بتاعت النادي الاهلي ولذلك انا دايما اقول حتى لنفسي وانت بتتفق معايا احسن رد على منتقديك العمل عندما تنجح بصمولك حتى اللي ما بيحبوكش لذلك مش معنيين انا ما بحبش الانسان يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه ليه عنه. اولا انا مش متهم انت مش لادي دانا عليك دي بتاعك تاني انا كخه ما تشغلش دماغك بيا خليك في نفسك وكل واحد وقدراته ويعمل النهارده حسام البدري فعلا حتى تشعره ان عنده رضا نفسي بص زي ما الاهلي في مكان لوحده والباقي بيتنافس بجد الانصاف يقول ان حسام البدري كمدير الفني لوحده في مسافه والباقيين بيتنافسوا مع بعض ما هي ليها علاقه مع بعض هي ليها علاقه ببعضها ان دفع ثمنها من الجراه وتحمل النقد واتخاذ القرارات اللي هو بتختلف عن راي معظم الناس بالزبط. وبيتهاجم بسببها بالزبط. ودخل في صدمات ما كانش يعني حد متصور يخرج منها سالما لكن ثقته في فكره يستحق النهارده ان ياخد حقه بس حسام ياخد حقه بس ايه حكايه ان اللعيبه ضد الاهلي بتاخد ايه نسمع عبد العال وبعدين عندك النادي الاهلي كله فايق صح وليد سليمان جدد هو ما بيلعبش الا ماتشين في السنه الزمالك والاسماعيلي ايوه بس وليد لعيب كبير بس هو في الماتشين دولت اعلى واحد من سنتين ارجع بالذاكره كان بيلاعب الزمالك ومسك علي فتحي كان هو ساعتها بيقول لك هيحترف بره وهيمشي وخلاص واخر سنه له لعب على علي فتحي جددوا له بعديها والله بتكلم جد انا حاسس ان النادي الاهلي بيلعب في بطوله سهله ليه ده في الدوري هو في فرقه تخيل هات لي فرقه والله ما في فرقه بتهاجمه انت عارف قبل الدوري انت وانت قاعد كده تقول يا نهار المصري السنه دي ياخد الدوري لا من كلام بقى الجرايد والزمالك 21 فرقه لعيب هيكسروا العالم لا سيبك بقى من الاهلي والزمالك المصري الاسماعيلي سموحه انبي بتروجيت دجله ده دجله قال لك التغيير الشامل احمد حسام ميدو عمل معسكر في اليونان قال لك التغيير الشامل في الفرقه وتيجي كل ده يجوا قدام الاهلي حاجه تانية خالص والله العظيم بص يا كابتن انا بكلمك بجد والله انت عارف الواحد بيتابع كويس قوي الفرق قدام النادي الاهلي معرفش هل ده ضعف فرق ولا خوف ولا هيبه الاهلي لا قدام الاهلي بتحس ان هم ان النهارده بطه بلدي واخدين من اول طب اذا كان فرق الدوري قدام الاهلي بتاخد منوم بس تعليق سريع يعني هو هي فيها دعابه لكن حقيقه الامر ان كل فرق بتبذل ضعف الطاقه العاديه قدام النادي الاهلي وعشان كده حتى هم المحللين يقول لك يا بخت اللي بياخد من الاهلي لان الفرق وكلهم بيقولوا الاهلي بيديلك خلصان يعني اللي بيفسروا لعنه الاهلي بايه؟ ان الفريق اللي بيلعب قدام الاهلي بيبذل طاقه لدرجه انه بينهار بعديها يتعب فمش حقيقي الكلام ده لكن اذا كان ربنا كارم الاهلي ان الاهلي بيحكم قبضاته التكتيكيه وان الاهلي عنده تفوق الافراد وانه يطلع الكابتن حلمي طولان معلش بعد مباراته مع الاهلي يقول لك احنا كنا عارفين هنتغلب وانت قال لك انت بتلعب فريق اوروبي ما كده الاسباني قبل ما يمشي بالاتحاد قال لك الاهلي فريق اوروبي بجد هو ان الاوان ان الناس تنصف الناس اللي بتشتغل انما فكره ان انا بدور على اسباب تانية عموما رضا عبد العال شاف الزمالك لا قدر الله نسمعه
بعد كاس العالم دوت لما جم جددوا للعيبة فهم قالوا لك عن راضي رضا يعني بس بعد ما انا طلبت يعني لما عرفت ان هشام ابراهيم خد خالد جلال خد حتى لو جنيه بس المهم ان هم في كله زي بعض واخد بالك فانا عايز بس اقول للناس ان انا زيهم يعني انا مش عايز الطلبات زي الناس اللي هي جددت ب 35000 لا انا عايز ابقى مع الناس الغلابه دي طب انتوا مش حاطين لي ليه فالمهم خدوني وطلعوا للمرحوم حسن ابو الفتوح كان الكابتن حماده الشرقاوي الله يرحمه هو مسك شويه وكان معاه كابتن محمود الخواجه فالمهم اتكلمت مع كابتن حماده الشرقاوي قال لي تعالى لي بكره بدري وهنخش الحسن بيه ونشوف اقسم بالله لازم اقول لك كده اقسم بالله وانت عارف ان انا ما بكدبش دخلنا للراجل الراجل فبيقول له هو طبعا ما كانش في اخر ايامه طبعا مش حافظ اللعيبه كويس ومش انت عارف ان انا كان واحد كان صغير كان كبير في السن فكابتن حماده الله يرحمه سلم عليه وقال له رضا عبال والراجل دوت عايزين نراضيه والكلام ده رد الراجل يكون ايه يا جدعان انا مضيت له الشيك دوت يجي 20 مره مضيت لرضا عبال ده كل واحد يخش لي يقول لي رضا عبال بمضي له الشيك وبدي له الفلوس تتكلم جد والله يا كابتن بقول لك وحياه النعمه دي ولا اوعى ما اشوفها تاني ما يمكن راجل ناسي ولا حاجه ما تقول في اخر ايامه لا بس هو قال لك انا مضيت الشيك بتاع رضا عبال ده اكتر من 20 مره طب والفلوس تروح فين؟ انت يا ابني قلت له اقسم بالله ما دخل جيبي جنيه وانا مش عايز حاجه وانت جاي سايب المكتب وخير كابتن حماده جه وما خدش جه ورايا قال لي ما تزعلش وبتاع وانا يومين ثلاثه كده هخش وان شاء الله قلت له لا خلاص يا كابتن مش عايز ماذا أقول بعد ما كل ما قيل وليس بقول قيل بالقول أو لم يقال إنما رضا هادي بقى ده كابتن رضا كاركتر يا إخوانا كاركتر طيب هو حتى ما فيش حد سلم من رضا رضا قال لك إحنا كمدربين كلنا هجاصين وطبعا حكى واقعة أخيرة ديت عن علاقته بالزمالك لو كان قالها عن الأهلي كانت طلعت منشطات وكانت الناس اشتغلت عليها كتير قوي لكن ما علينا كله بيعدي كوبر نشوف رضا عبد العال رأيه في الخواجة هيكتور كوبر ايه المنتخب اللي بقى افضل او خد جايزة افضل فريق في افريقيا في 2017 ووصل كاس العالم بعد 28 سنة رايح ان شاء الله يمثلنا في روسيا في المونديال مش عاجبك كوبر ولا المنتخب يعني داخل دماغك لدرجة انك انت قلت في تصريح شهير ليك ان كوبر ده شغال بمنطق حلق الله يسترك حلق حوش طلعت حلق الله يسترك حلق الله يسترك ده اتفضل يا استاذ ده كان رضا طب رضا والغندور لازم بقى نشوف كابتن خالد غندور بيقول ايه يعيش ويموت ويشوف ايه ويشوف ايه الدوري المصري دوري قوي ولا دوري ضعيف الدوري المصري لا يتنافس عليه الا الاهلي بنسبه كبيره الزمالك بيحاول من بعيد ثم اي فرقه تانية ثم لا فريق ينافس مع الاهلي والزمالك ولا امل بص لا امل في اي موسم لاي فريق انه يحصل على الدوري بعد دخول الفلوس وانا بقولها لك اهو الى ما لا نهايه لن نرى ممكن نعيش ونموت ومش هنلاقي حد بياخد دوري غير اهلي وزمالك وافتكر كلامي يعني ممكن مده 50 سنه قدام 20 بلاش 50 20 سنه قدام يا استاذ ابو معاطي مفيش حد هياخد دوري في مصر غير الاهلي بنسبه 15 والزمالك بنسبه 5 ومفيش فرقه تانية هتاخد دوري في مصر وافتكر كلامي نمره 1 نمره 2 الفلوس دخلت والاستثمارات دخلت احتراف يعني الفلوس دخلت أيوة والرعاة دخلوا والاستثمارات دخلت ما حدش هياخد الدوري في مصر غير الاهلي والزمالك يعني هي وجهه نظر ان ما هنخشوا فيها طبعا الفلوس مهمه جدا دلوقتي في عصر الاحتراف والعالم كله كده كل الانديه المتصدره القويه هي الانديه الغنيه وعندما يستطيع نادي أن يحصل على النجوم بيستطيع أن يسوقهم ويحصل على مزيد من الأموال فهي متوالية بتنمي نفسها ولكن قبل الاحتراف قبل 90 هو الأهلي ما كانش برضو بيغرد منفردا
ده خد 9 دوري من 48 لما ابتدى الدوري لحد 61 ايام النكله. اه لا ايام النكله يعني كانت العمله هي النكله. اه والاهلي بياخد دوري 9 سنين بياخد الدوري. لا وايه والسنتين اللي سقطوا الدوري وقف فيهم. آه. مش حد تاني خدهم بالظبط واخد بالك. وبعدين قال لك الاهلي توعك لانه كسب 2 دوري و2 كاس في الفتره دي في الستينات. في الستينات اللي وقف 67 الدوري فيهم يعني انت بتتكلم من 60 ل 67 فاعتبر طيب. ان دي سنوات عجاف للنادي الاهلي. طيب برضو خالد غندور الناس كلها شايفه العفاريت والجن. طب الاهلي ايه؟ ايه حكايه السحر والشعوذه في الاهلي؟ نشوف اخيرا خالد الغندور. وقوه في الملعب النهارده النادي الاهلي ولاعيبته بيثبتوا مما ليس له اي شك ان هم لعيبه رجاله، لعيبه بتفرح جمهورها، لعيبه لا تنظر لاشياء اخرى كانها هي التي تؤثر على اداء اللاعبين. كره القدم لا تعترف الا بالجهد وبالاجتهاد وبالتعب وبالعرق وبالتكتيك وبالتنظيم وبالالتزام وبالاهداف وبالحب وباحترام المدرب وباحترام الجمهور. كل ده كان موجود في شخصية البطل وهو شخصية النادي الاهلي النهاردة. من زملكاوي بيحب نادي الزمالك جدا وبنفسه نادي الزمالك يكون لعبته رجالة في الملعب ويكون لعبته قادرة تفرح جمهورها، بقول من هنا للنادي الاهلي مبروك. وبقول لعيبة نادي الاهلي النهاردة انتم كنتم عفاريت في الملعب. وبقول لوليد ازارو انت كنت جن النهاردة في الملعب. النهاردة انت كنت فعلا جن باهدافك وبعزيمتك وبارادتك ورغم الضغوط اللي تعرضت لها الفترة اللي فاتت. وبقول لحسام البدري هو كان الكبير النهاردة. إذن يا باشمهندس، ودي من ثوابت ملك وكتابة، احنا بنختلف مع خالد الغندور كتير، لكن لما يكون واقف وقفة فيها من الموضوعية ومن الإنصاف لابد من إذن احنا بنختلف على الموضوعات. احنا بس أهم حاجة كل الخصوم دلوقتي أو لا المنافسين والذين لا يقفوا معك في نفس الخندق ما عدا بعض المغرضين دول، كان لهم فيلم لوحديهم ناقشناه. عندما تحدثون عن سر عظمة الأهلي الآن كلهم يقروا أن فوز الأهلي نابع من عظمته وليس العكس. الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، والخير بما شهد به الآخرون. الآخرون وتبقى شخصية الأهلي وقيمة الأهلي وجمهور الأهلي في ولاده وجنوده. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود. يا أهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. أنت دايما أنت دايما أنت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا مشيئه وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا في اسمنا.